يلا الشباب حاولوا تدخلوا بسرعة ما أمكن. حاولوا تدخلوا، يلا الشباب، يلا يلا. يلا الشباب يلا. يلا يلا في نوم الاخرين، يلا 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 باش نحيدو من الموجات. بغينا نحيدو من الموجات. بغينا نحيدو علينا الموجات اليوم. يلا من الموجات ما يبقاوش عندنا فيهم مشكل. واش الا تأنيتي من الموجات اليوم واش غتكون فرحان ولا تكون راضي ولا ما راضيش؟ بالحال تكون راضي وفرحان مع راسك انك تأنيتي من الموجات. مش هتخلي اللايف من بعد عاود تفرج فيه، متفقين؟ هي ذلك الموجات، فهم هاد الشي، سير عاود تاني تطبقو، متفقين؟ فاش تفهم هاد الشي في اللايف هتمشي غادير تطبيق عادي، تمشي تطبق هاد الشي، تطبق هاد الشي وغادي تستافد كتر من دوك التلاميذ اللي كيعاودو. واحد التلميذة كتسولني: أستاذ إمتى غادي يكونوا النتائج؟ أنا فضحها وسط اللايف. استاذ امتى النتائج؟ انا ما كنسولوش على النتائج. النتائج خليو عليكم النتائج دابا. نتوما فهاد الفتره هادي ما تبقيش تفكروا في النتائج. اش بغيتو شي نتائج؟ انت دابا كتخدم وصافي، كتخدم فهمتي، حتى كدوز الوطنيات فكتفكر في النتيجه. راه قلنا لكم هاد المساله راه ماشي صحيه. بحال راه فاش كيتحط وطني الفيزيك يعني فاش كتكمل وطني الفيزيك راه كنطلبهم شي اساسيين ما باقاش يحطوا التصحيح، ما يحطوش التصحيح حتى يوز الوطن. حاجه علاش؟ حيت الا شفتي اي حاجه تقدر تاثر لك على النفسيه فانت كنحاولوا نتجنبوها. اي حاجه النفسيه راه مهمه بزاف. النتائج الا شفتي شي نقطه خايبه مثلا ديال المراقبه، مشيتي الوطني بالك فهمتي وتاثرت لك النفسيه ديالك، مشيتي بالك النفسيه على الوطني راه غادي تاثر. خاصك انت تتجنب اي حاجه تاثر لك النفسيه، خاصك تجنبها ما تفكرش فيها بتاتا. متفقين؟ اي حاجه بتاثر لك على النفسيه تجنبها، سواء كان مثلا صديق ولا شي حاجه. اي حاجه بتاثر لك النفسيه حاول تجنبها. متفقين؟ نهار الوطني مثلا في الفيزيك يجي شي واحد بيسولك مثلا نهار الامتحان، جا بيسولك شي سؤال قول يا خويا ما تسولنيش نهار الوطني نهار الامتحان صافي تقاتلوا الاسئله. يقدر يسولك شي واحد غير سؤال واحد، هذاك السؤال تكون انت عارفه، ولكن نهار الوطني عيط مثلا تنسالك غادي تخربق. متفقين؟ غادي تستريسا، تقول كيفاش هاد السؤال ما عرفتيش ويقدر تحطو كذا وهادي داكشي. علاش نهار الوطني النهار اللي بغي يهضر معاك شي واحد ما تهضرش معاه؟ حاول فهمتي تكتب سميتك الى اخره، تركز فهمتي. هضره خاويه بعيد منها. دونك اي واحد يسولك سؤال قول يا خويا ما عرفش. سبق الميم ان هادشي راه وقعنا فيه حنايا، متفقين؟ مرارا وتكرارا. يلا هذاك السؤال اللي سولتني الصديقة ديالكم كنزة، من هو داك الملحن؟ يلا طبعت بلاتي. يلا هو الشكل ديال قبيلة ديال ديك اكس سولتني الصديقة ديالكم على هاد اكس هذا، ما عارف متفقين؟ دونك هاد اكس هانتا قلنا غادي نخدمو من هنا حتى لهنا، نخدمو مثلا بالاحمر، نخدمو من هنا واخا من هاد النقطة حتى لهادي. دونك هادي غنفوتو، هادي غنفوتو الصفر الأول نمشيو الصفر الثاني. دونك غادي نمشيو من هنا
حتى لهنا متفقين. دونك تقريبا هادي راه فيها جوج فاصلة شي حاجة صعيبة هادي باش نجبدو هذا. انا خصك تخدم بالمسطرة، تخدم بالمسطرة ونجربو كاع. الياس سيلو تخدمو بالمسطرة باش نجبدو داك الاكس. دونك القمة هي هادي، دونك القمة جات مباشرة فوق هذا. القمة الثانية هي هادي بس مباشرة فوق هذا، يعني هاد اكس نخدم من هنا حتى لهنا. واخا يلا نشوفوا هاد المشكلة. هاد القمة هادي ما كتبانش هنا، هي طالعة، هي طالعة تقريبا جات هنا ماشي قاعدة هنا. راه المشكلة شي جوج، هاي جوج تدريجات وشي شوي، جوج تدريجات وشي شوية. صافي مزيانة، هادي مزيانة، هادي بنت ليا أحسن. دونك إما تخدم من هنا تال هنا، شوف هادي اللي بنت ليا سهلة، هادي هاد التحتانية هادي هانت، هادي اللي بنت ليا سهلة قبيلة ديال إكس. يا إما تخدم من هنا متفقين تال هنا، وإما تخدم من هنا من هاد الصفر تال هاد الصفر هذا متفقين. خدمنا قبيلة من هنا لهنا ياك، خدمنا من هذا تال هذا صافي مزيانة. نخدمو من هذا حتى لهذا، خدم بالمنحنى اللي بغيتي، راه اي منحنى خدمتي بيه مزيان. غنخدمو اسيدي من هذا حتى لهذا. دونك من هادي شحال، واحد ديفيزيون، هادي واحد ديف، هاهي واحد ديف. دونك واحد ديف وجوج دريجات صغار، هاهي واحد ديف وجوج دريجات صغار. ها هو تحسب من الصفر حتى لهاد الصفر، من الصفر ها هو هاد الصفر غتفوت هذا وغتمشي حتى لهنايا، تي كتكون من هنا حتى لهنا متفقين. اولا من ماكس تال ماكس، انا غادي نخدم من هادي تال هادي متفقين. هادي باينه، هاي باينه، هاي التدريجه الاولى، هاد التدريجه الثانيه كبيره جوج ديف، يعني عندك جوج ديف، جوج ديف فراسي متذبذب. كل تدريجه صغيره فراسي متذبذب، كل تدريجه صغيره كتساوي 0.2، كل تدريجه صغيره فيها 0.2. اذا عندي جوج ديف زائد جوج تدريجات صغار، جوج تدريجات صغار غنضربهم في 0.2 صافي. واضح، هيا واحد ديف هيا من هنا حتى لهنا، راه تاخد او لا خد ها. هادي ما واضحاش، هادي ما واضحاش. دونك هادي اللي كتبان ليا واضحه، انا قاعد تقريبا هاد النقطه وهادي هي اللي كتبان ليا واضحه. كاينه هادي وهادي حتى هي بحالها، ولكن هاي هاشتي هادي، هادي راه بحال هادي متفقين. هيا وها واحد ديف، ها تدريجة كبيرة هي واحد ديف، شي تدريجة كبيرة راه هي ديف، ديفيزيون تدريجة كبيرة. دونك ها واحد ديف، جوج ديف وجوج تدريجات صغار، جوج تدريجات صغار كل تدريجة صغيرة شحال فيها، فيها عقل ديال 0.4 تدريجة أو ديف صغيرة، تدريجة صغيرة يعني جوج مضروب 0.4 هي تقريبا شحال فيها هاديك إكس. إذا إكس راه فيها 2.4، إذا تي كتساوي هي إكس في إس أش، هي 2.4 نضربها بالحساسية الأفقية. يلا نكملو الوطنيات، يلا 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 نكملو الوطنيات. التمرين رقم واحد، أو التمرين رقم واحد في الناسيونال 2021، من الموجات الصوتية، الموجات الصوتية، الموجات الصوتية أو فوق صوتية اهتزازات من النوع، من نفس النوع ولكن تختلف بتردّدها الذي تكون أو الذي تكون أكبر في حالة الموجات فوق الصوتية. طبيعة الحال قلنا الموجات فوق الصوتية كيكونوا فوق 20 كيلو هرتز، والموجات فوق الصوتية اللي كنسمعو حنا كيكونوا محصورين بين 20 و 20 كيلو هرتز، 20 ألف، 20 كيلو هرتز هي 20 ألف. قالك كيختلف في التردد، كيختلف طبيعة الحال كيختلف في التردد مقارنة مع الموجات الصوتية المسموعة من طرف الإنسان. يمكن دراسة هذه الموجات بطرق مختلفة، حيث تؤدي الدراسة إلى تحديد بعض المميزات.
دونك الى اخره. دونك هذه جمل. نقول على ورقه تحريك السؤال واجب بصح ام خطا على الاقتراحات الاتيه. دونك نشوفوا ا بالنسبه لامتحان ا، بالنسبه لامتحان ا او السؤال رقم ا، دونك التمرين ناسيونال 21 2021 اغ 2021 اغ لا تراباج. دونك السؤال الاول، الموجات الصوتيه وفوق الصوتيه موجات ميكانيكيه مستعرضه. الموجات الصوتيه وفوق الصوتيه واش هي موجات ميكانيكيه مستعرضه؟ طبيعه الحال خطا. الموجات الصوتيه قلنا طوليه وحتى فوق الصوتيه طوليه، اذا خطا. متفقين بي؟ بالنسبه لبي شنو قال لي؟ تنتشر الموجات فوق الصوتيه والموجات فوق الصوتيه والصوتيه في الفراغ، صحيح ولا خطا؟ الموجات الصوتيه فوق الصوتيه كانت تنتشر في الفراغ، خطا. تنتشر ضروري خصها يكون وسط مادي، ضروري خصهم يكون وسط مادي. الموجات الصوتيه فوق الصوتيه خصها تنتشر في وسط مادي بحال الهواء او الماء الى اخره. سي، تنتشر الموجات فوق الصوتيه والموجات فوق الصوتيه صوتيه وفوق صوتيه في اوساط متجانسه وثنائيه البعد. قلنا الصوت فين كينتشر؟ في ثلاثيه البعد. دونك خطا. متفقين؟ دي، ثلاثية البعد. يتم انتشار، ما كان لي يكتبوا لي ثنائية. يتم انتشار الموجات فوق الموجات الصوتية وفوق الصوتية بانتقال للمادة والطاقة، بانتقال للمادة والطاقة. قلنا الصوت موجة ميكانيكية، الصوت موجة ميكانيكية. إذا الموجة الميكانيكية هنا كتنتقل مع انتقال للطاقة دون انتقال للمادة، دون انتقال للمادة. شنو كتبوا اليوم؟ بانتقال المادة والطاقة. إذا خطأ، كاملوا هاد الأجوبة خطأ. متفقين؟ كاملوا هاد الأجوبة راه خطأ. أنت راه طلب نشوف شحال من حاجة اللي صحابك تقدر شحال من حاجة تقول ما يمكنش يكونوا كاملين خطأ. هاديك ما يمكنش إلا تخرج عليك. متفقين؟ هادشي راه ما فيهش زعما يقدر يحط لك وحدة فيهم صحيح ولا جوج صحيح ولا كاملهم خطأ، أي حاجة ممكن. دونك الموجات فوق الصوتية، يلاه ناخدو هاد التمرين غنطبقو داكشي اللي شفنا في اللايف الأول. ننجز التجربة بوضع باعث أ مستقبل، فين هو مستقبل؟ أه هذا الجهاز فيه مستقبل وباعث، فيه مستقبل وباعث في نفس الوقت، على مسافة دي كتساوي 30 سنتيمتر. متفقين؟ من حاجز. دونك وضعنا واحد الجهاز فيه مستقبل وباعث، غير سل ديك الموجة غتمشي هاد الموجة غضرب في هاد الحيج، غادي هادشي غيقولو لنا من بعد، غضرب في هاد الحيج وغترجع، دونك وغيستقبل هذاك المستقبل، دونك غيستقبل الجهاز المستقبل، وغيعطيونا جوج إشارات، يرشد الباعث موجة فوق صوتية عند اللحظة التي كتساوي صفر، فتنعكس على الحاجز وتعود نحو المستقبل. متفقين؟ دونك لدي سوف يستقبل هاد الموجة. تعطي الوثيقة جوج، شكل جوج، ها هي الموجة المرسلة والموجة المستقبلة. دونك بطبيعة الحال السؤال باين، كتبين لك هنا تخطيط جوج، تخطيط رقم واحد. أول سؤال غيقول لك، يقول لك فين هي الموجة المستقبلة والموجة الباعثة، واش هي الشكل واحد، تخطيط واحد ولا تخطيط جوج؟ باستغلال وثيقة تعرف على الموجة المرسلة والموجة المستقبلة. شتي دابا فاش كتشوف الحالات كاملين، فاش كتشوف الحالات كاملين كتقول لك كتعرف شنو هو السؤال اللي غيسولك بلا ما بلا قبل ما يسول هو السؤال. السؤال الثاني غيقول لك حسبتو. متفقين؟ بين هادي السؤال الآخر غيقول لك حسب سميتو، حسب في بين الاسئله. دونك انت راه شتي، راه توصل واحد النيفو تولي الاسئله عارف شنو غيسولك. دونك شكون هي الوثيقه هاد فين هي الموجه ديال الباعث، فين الموجه ديال الباعث اللي كيرسل الموجه الاول ماشي المستقبل، الموجه ديال الباعث واش جوج او واحد؟ يلا جاوبوني في التعاليق، واش جوج ولا واحد؟ جوج واحد. الموجه المرسله هي التخطيط رقم، والموجة المستقبلة، يلا جاوبوني في التعاليق، هي راكي بينو ليا، راكي بينو ليا لي كومونتير. يلا الموجة المرسلة، دونك شكون اللي كتسبق؟ دونك منين كتبدا الموجة؟ تبدا من اليسرى، من هنا كيبداو من اليسرى، سواء في هاد الشكل ولا الشكل اللي راسم تبدو. دونك اللي سبقات هي الباعث، الباعث غيرسل واحد الموجه غتمشي غضرب في هذا وغتم راجعه. دونك شكون اللي سبقات هادي ولا هادي؟
طبيعة الحال رقم جوج. شوف سبق لك رقم جوج هي الأولى، متفقين؟ رقم الموجة ديال التخطيط رقم جوج هو الخاص اش، هو اللي خاص بالمرسلة. دونك المرسلة تخطيط رقم جوج، والموجة المستقبلة هي ديال هادي، هادي هي اللي سبقات. إذا هادي هي المرسلة اللي سبقات، هي اللي كتكون على اليسار. هاي شحال الزمن ديالها فاش وصلت الموجة؟ هادي 1.8، هادي 1.8 في جوج، هادي 1.8 في ثلاثة. دونك تقريبا شي كدا 40 تكون، ما نجي نحسبها نحسبوها. دونك المستقبلة هي التخطيط رقم جوج. واش واضح؟ اللي ما فهمش يقول لي في واتساب، اللي ما فهمش يقولها لي في واتساب، ولا يقولها لي هنايا. شوف الا كانوا كيبانوا التعاليق يقولها لي هنا. واش واضح؟ دونك جو بونس راه باينه. يلا دونك هذه دائما اللي كتسبق على اليسار هي الاولى، متفقين؟ هي الاولى. يا اما غادي يعطيك جهاز فيه باعث ومستقبل في نفس الوقت، المرسل هو اللي كتسبق الموجه ديالو، والباعث اللي غيستقبل الموجه، متفقين؟ هو اللي كيتوخر. واما يعطيك جوج ميكروفونات، الميكروفون اللي كيكون قريب هو هاد اللي كتكون هادي الاشاره ديالو، والميكروفون اللي كيكون بعيد هادي هي الاشاره ديالو اللي كتكون بعيده، متفقين؟ معطله. ب اوجد قيمه المده، ب اوجد قيمه المده ديال الضغط الفاصله بين نهضه الارسال ورحله الاستقبال، متفقين؟ صافا تعطلتي في الجواب. يلا يلا السؤال ب، السؤال ب قال لك احسب المدة الزمنية. هنا اش غيسولك؟ المدة الزمنية دلتا تي، ولا كنسميوها في وطنيات اخرين كنسميوها التأخر، كتسمى التأخر، التأخر الزمني بين الموجة المستقبلة والموجة اش يعني، والموجة المرسلة. دونك هادي اللحظة ديالها هي هادي، نسميوها الموجة الأولى تي واحد ديال الموجة المرسلة. هادي اللحظة ديالها هي هادي الموجة تي جوج. اش قلنا؟ كتاخد الفرق بين المقدمة والمقدمة، بتاخد الفرق بين هادي وهادي، مزيان اي سخر. غناخد الفرق بين هادي وبين هادي، شحال الفرق بين هادي وبين هادي؟ تدريجة وحدة، وتدريجة وحدة شحال فيها؟ فيها 1.8. دونك دلتا تي هتقول لي كتساوي تي جوج ناقص تي واحد كتساوي 1.8. اذا دلتا تي كتساوي 1.8 ملي سكوند. ملي سكوند هنضربها في 10^3 سكوند، 10^3 سكوند. شتي دابا الاسئله كيولاو باينين، شتي داك الملخص شحال زوين. داك الملخص اللي درت لكم في اللايف الاول والثاني راه زوين بزاف، راه جمعت لك الحالات كاملين، راه دماغك ولاو فيه الحالات كاملين. يعني غير عاود داك اللايف، عاود وحاول تلخصو حطو قدامك كاملين. الا عندي هادي شنو غندير، الا عندي هادي شنو غندير، متفقين؟ ما عنده فين يجدك، متفقين؟ انت دابا انت راك انت اللي حاكم هذاك اللي حط لك الوطني، انت اللي تولي حاكمه، متفقين؟ فين ما جا، متفقين؟ تولي عارف واش باغي يدير. يلا دونك هنا صوبنا هذا السؤال. هادي هاد المده ديال الضغط، اما غادي يقول لك في وطني تاخر زمني، وان لك المده يعني بين الارسال بين الموجه المستقبله والمرسله، متفقين؟ احسب قيمه السرعه، السرعه العلاقه ديالها راه باينه. قيمه السرعه السؤال جوج جوج، السرعه راه هي في كتساوي المسافه على المده الزمنيه، وهادي في شي وطني غيسمها لك طو، دونك غادير ليه طو بحال بحال. دونك المسافه شحال عطاك؟ 30 سنتيمتر. نسينا ما لوناهاش، سينا ما لوناهاش. السنتيمتر غنضربوها في 10^2، غنحولوها لمتر مقسوم على المدة الزمنية. شحال لقينا في المدة الزمنية؟ 1.8 في 10^3 سكوند. يلا غتحسب بسرعة، غتحسب بسرعة، تحسب بسرعة. دونك هنا 30 في 10^2 مقسومة على 1.8 في 10^3، دونك هي 166. نطلب عليه الوحدات، 66 متر بار سكوند، نطلب عليه الوحدات. داكشي اللي كنقول في اللايف قيدو نتايا، شوف اش كندير. من سنتيمتر لمتر كنضرب 10^2، من انا كنت مقيد واحد الملاحظة هنايا، انه خاصك تصاوب 50 معادلة، مش ما ننساهاش، خاصكم تصاوبوا شي 50 معادلة في الدرجة الأولى، حيت عندكم باقي مشاكل في الماط. ها عندكم باقي مشاكل في الماط، انت من سنتيمتر في هذوك المشاكل في الماط خصك تحيدهم. من سنتيمتر للمتر كنضربو في 10^3، 10^2 عفوا، عقل عليها. من ميلي سكوند للسكوند كنضربو في 10^3، واضح؟ يلا دونك صافي، سير هذا الوطني
لا لا طويلة الوطني تبارك الله، باقي في هذه البارتي هذه. يلا باستخدام الوثيقة الشكل جوج تعرف على الموجة المرسلة. لا صوبنا هذه الأسئلة، صوبنا هذا وهذا وهذا. وصلنا في الموجة الصوتية. ننجز تجربة باستعمال موجات صوتية يتكون التركيب التجريبي من مكبر، نعم، وميكروفون ام واحد وام جوج. عندي ميكروفون ام واحد وام جوج، مزيان. عندما يكون ميكروفون ام واحد وام جوج على نفس المسافة من مكبر الصوت. دابا باش نفهم واحد المسألة، شتي دابا التمارين راه انت كيخلعينك صراحة، انا كنعرف كيفاش كتفكر. هاد التمارين كيبانوا لك انت الوطني كتار، فهمتي؟ كيبان لك التمارين انه كبير وفهمتي وفيه المعطيات بزاف، ولكن شي الا خدمتي هاد التمارين وتبعتي مزيان في اللايف مع المدة يولي بالك ساهل، دغيا غيجيك ساهل في القراية. دابا حيت فاش كتكون في الاول ما ضربتش بزاف مزيان بزاف المسائل، كيجيك صعيب في القراية هاد النص. شوف شحال كيبان كبير، كيخلعك نهار الوطني. دونك دابا الا ضبطتي هاد الشيء كيولي كيبان لك ساهل، دغيا كتبان لك المعلومة. دونك عندما يكون ميكروفون ام واحد وام جوج على نفس المسافة من مكبر الصوت، يكون المنحنيان على راسم تدابير ولا توافق في الطور. قال لي فاش كيكونوا على نفس المسافة، فاش كيكونوا مقادين يعني نفس الاستقامة من بعد بجمع على نفس المسافة من مكبر الصوت. يلا هادي رسم الشكل باش يبان لك، خاصك ترسم الشكل كنتايا في الاول. قال لك فاش كيكونوا ها فاش كيكونوا بحال هكا على نفس المسافة، كيكون الشكل على توافق في الطور، كيكون الشكل بحال هكا على توافق في الطور. دابا اش غيديروا؟ غادي يجدوا واحد الميكروفون وغادي يحركوه، غالبا الميكروفون رقم جوج. احسب قيمة تردد ان، قال لك احسب لي تردد ان من هذا الشكل، احسب لي تردد ان من هذا الشكل. اول سؤال هو احسب تردد ان. يلا السؤال واحد ثلاثة، واحد ثلاثة وثلاثة واحد، تردد ان. قلت لك راه كيقول لك حسب التردد، واخا انت خاصك تحسب الدور من هنا. دونك هنا غادي تحاول حتى هنايا غعطيكم المسافة، واخا ماشي مشكل. دونك غعطيكم المسافة خصكم تحسبوا بالتدريجات. واخا غادي ناخدو الماكس مع الماكس، ما مسلكاش. غادي ناخد هاد الصفر مع الصفر، غناخد الصفر مع الصفر. دونك هاد الصفر دايز من هنا تدريجة، شوف الا كيبان ليكم، دايز من تدريجة رقم جوج تقريبا. واخا نشوف الأشكال. نسيت واحد المسألة فكرتني فيها إيمان. المسافة ديرها جوج، ما غطيتش ليها البال. نعم حسن جدا إيمان، شي زرباش كدير، حسن جدا إيمان، ما غطيتش بال هاد المسافة. هنا المسافة راه جوج، دونك هنا نطلب هنا المسافة اللي غيقطع هذا، ماشي مسافة واحدة، راه جوج. هنا راه خصنا نديرو جوج. عفوا نعم، علاش جوج؟ لانه هاد الموجه راه غتمشي وترجع، متفقين؟ حيت عندي انا الحاجز، فاش كيكون الحاجز، والمسافه هاد الموجه الصوتيه غتمشي وغترجع، يعني غيقطع هاد المسافات دي في الاياب، وغادي يقطع المسافات دي في يعني في سميتو يعني في الذهاب وفي الاياب. دونك في الذهاب غيقطع المسافات دي، وفي الاياب غيقطع المسافات دي. دونك المسافه اللي غدير هنا غدير جوج دي، غدير جوج دي، جوج دي، عفوا جوج دي. دونك غنضربوها في جوج، يعني تقريبا تعطينا 340، هي الموجة الصوتية. دونك غنديرو 166 في جوج، مثلا 6 في جوج، 333، 333. واخا غادي نكتبو هنايا في، نعم مزيان الملاحظة، مرتش ليها البال، 33.3 متر بار سكوند. شكرا إيمان. يلا يلا نحاول نركزو شوية، ما نزربوش نزربه راه كت. يلا دونك شنو قال لي؟ قال لي الحساسيه الافقيه مزيان هي 0.ms. غنشوف هذا الشكل، خصني نكبرو تاني. دابا هاد الشكل هنايا شوف، دونك غناخدو الشكل هذا، دايز من النص. فاش كبرتو دايز تقريبا من النص، واخا ماشي مشكل. دونك شحال عندي هنا؟ عندي هنا واحد، جوج، جوج ديفيزيون زائد جوج تيريجات ونص، متافقين؟ دونك هنا واحد جوج تقريبا في البيسي عندك، واحد جوج
نعم دايز من النص، جوج درجات ونص، جوج درجات ونص. يلا واخا غادي نحاول نحسبوها من الشكل. دونك الا خدمنا من هادي دايز من النص ديال هادي، دايز من النص درجة تانية، كاينة واحد جوج ودايز من النص التانية، متفقين؟ دونك شحال باقي من النص التانية؟ باقي جوج درجات ونص من هنا، دونك هنا عندي جوج درجات ونص، ومن هنا لهنا عندي جوج درجات ونص. واخا دابا هادي كيفاش نحسبوها؟ نحسبوها من هنا حتى لهنا، غنخليو هادي وهنحسبو من هنا حتى لهنا، متفقين؟ دونك شحال عندي؟ ها واحد، ها جوج، ها تلاتة، ها ربعة، عندي ربعة ديفيزيون، عقل عليها، ربعة ديفيزيون زائد جوج درجات ونص وجوج درجات ونص، جوج درجات ونص وجوج درجات ونص راهي تدريجة، متفقين؟ حيت هنا تدريجة كبيرة شحال فيها؟ فيها خمسة تدريجات صغار، متفقين؟ دونك ها هنايا عندك جوج درجات ونص، هادي راه دايز من النص، هذا راه دايز من النص هنايا، متفقين؟ دابا هنا دايز من النص، من النص ديال التدريجة، يعني جوج درجات ونص، وهنايا في الشكل دايز عاوتاني جوج درجات ونص. دونك ها عندك ها واحد، ها التدريجة الأولى، ها جوج، ها تلاتة، ها ربعة، متفقين؟ وهنايا عندك النص، وهنا عندك النص، النص ونص هي شحال؟ هي واحد، دونك يعني إكس فيها خمسة، إكس فيها خمسة، دونك تي كتساوي هي إكس في إس أش، وهاد إكس فيها خمسة ديفيزيون، فيها ربعة باينين، وفيها نص هنا تدريجة، وهنا فيها نص تدريجة، هي خمسة، دونك هادي شوية سهلة على الأخرى، دونك مضروبة في إس أش، إس أش هي صفر في واحد، صفر فاصلة واحد ميلي سكوند باغ ديف، ميلي سكوند باغ ديف، ديف تدريجة مشات ليا مع تدريجة، ديف ديف معاها مشات، بقات ليا هاد خمسة في عشرة أس ناقص ثلاثة هي خمسة في عشرة أس ناقص ربعة، خمسة في عشرة أس ناقص ربعة سكوند، واضح؟ دونك ركز مزيان في هاد السؤال. يلا دونك بالنسبة غتحسب ليا من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، متفقين؟ بانت لك شي طريقة سهلة الله يسخر، دونك هادي هي أسهل طريقة كتبان. يلا دونك نبداو بالسؤال رقم 3 جوج. 3 جوج نثبت ام واحد ونبعد ام جوج بشكل متوازي مع المحور بمسافة دي. دونك اشنو قال لي؟ قال لي في الاول كانوا نفس المسافة، في الاول كانوا بجوجهم بنفس الاستقامة، وكان الشكل على توافق في الطول. من بعد شنو داروا؟ حركوا هذا ام جوج بواحد المسافة دي، غادي يحركوه بواحد المسافة دي، ها هو ام جوج راهو الى شتي الفوق مسافة دي، بالنسبة للقيمة ديك 1.51 يصبح المنحنيين على توافق في الطول للمرة الثالثة. يلا قول لي اش غندير. جاوب نتايا في خاطرك اسيدي، شنو كاتب؟ ايمان نقسمو على ام واحد واحد على نسينا ما قسمناش، شتي راه بديت كنعيا، هذا هو الصاد ما يحصل العوان، نسينا ما قسمناش، وحنا بغينا التردد. دونك خمسة واحد مقسومة أس ناقص ربعة هي 2000، دونك إن كتساوي 2000 هرتز، إن كتساوي 2000 هرتز. يلا 3 جوج، 3 جوج شنو قال لي؟ قال لي حركنا الميكروفون بواحد المسافة دي، وحصلنا على توافق في الطول في المسافة بالنسبة بالنسبة أش المرة الثالثة. أش قلنا؟ قلنا في هذا السؤال أش كنديرو؟ هنا كيبانو التعاليق، غادي نكتب لكم هنا باش يبان. اذا هنا دي غتقول ليه كتساوي 3 لومضة، هذيك المسافة باش حركنا شحال فيها من لومضة؟ فيها 3، لان حصلنا على توافق في فاش حركنا بهذيك المسافة شحال مرة حصلنا على توافق في الطول؟ 3، 3 مرات، اذا دي كتساوي 3 لومضة، اذا اللومضة هي شحال؟ هي دي على 3، هي دي على 3، متفقين؟ اذا دي قال لي هي 51 سنتيمتر، من السنتيمتر اللي ميطا نضرب انا في 10 اس ناقص 2 ونقسم على 3، اذا اللون بدا تساوي. خصو يسولني على السرعه، واقيلا كاينين اسئله في الصفحه الاخرى. دونك هي 51 في 10 اس ناقص 2 مقسومه على 3، دونك 0.17 متر، 0.17 متر. واش واضح؟ انت شتي الاسئله كيفاش كي دايرين؟ شتي دابا الفرق؟ شتي قبيله فاش شفنا في الملخص، شتي قبيله فاش شفنا في الملخص خصنا الصفحة رقم 4 حيت بدينا بالمقلوب، غنشوفو السؤال يتابع. دونك الملخص راه مهم بزاف. ها هو السؤال، ها هو السؤال هو 3 جوج واحد. أوجد قيمة طول الموجة لومضة، هذا هو تتمة التمرين. أوجد قيمة طول الموجة لومضة،
شفتي او جيت قيمه طول موجه لومبدا، احسب قيمه في صوب نفس السؤال لومبدا، احسب قيمه السرعه. باينه غيسولني على السرعه، باينه غيسولني على السرعه. علاش؟ لانه حسبتي نتايا لومبدا وحسبتي ان، وقلت لكم هاد العلاقه راه دائما كتحط. دونك هذه هي 3 1 2 3 2 2. السرعه في في كتساوي لومبدا في ان طبيعة الحال، وغادي ليه 0.17 نضربها في 2000 2000 هرتز، وفي تخرجنا بالمتر بار سكوند. واضح؟ يلا نمشيو للوطني. هاد اش من وطني هذا 2021 2021 واخا كاين 2021 نورمال، هذا 2021 تراباج، وكاين 2021 كاين 2021 معزول في بي دي اف بوحدو 340. واخا نشوفو 2000 نشوفو 2000 نشوفو 2021 نورمال 2021 نورمال. يلا نشوف بالترتيب، حنا راجعين دابا باللور بالترتيب، راجعين باللور مارشانيا. يلا راجعين مارشانيا. دوك انا شحال عندي؟ صفحه 5 ولا 6 ولا شحال؟ 4 5 2021 نورمال. يلا نشوفوا هذا 2021 نورمال. دونك عندي واحد الجمله المهم هنا، مقدمه غادي نفوتوها. غادي نبداو من هنا، من هنا كيبدا التمرين. نحدث عند اللحظه التي كتساوي صفر بواسطه هزه تردد قابل للضبط في نقطه اس من سطح الماء لحوض الموجات، موجات متواليه جيبيه تنتشر هذه الموجات دون خمود ودون انعكاس. يعني خلقنا واحد الموجه اللي كتساوي صفر من واحد من بعد. نضبط تردد الهزاز، نضبط تردد الهزاز على شحال؟ على ان 50 هرتز، يعني الموجه حتى هي ترددها 50 هرتز. مظهر سطح الماء معطى المسافه دي، ها المسافه دي اللي كان قال لي اللي خدمنا قبيله كتساوي 15 متر مليمتر 15 مليمتر. عارف الموجه الميكانيكيه المتواليه، انت شتي هذا درناه قبيله، درناه قبيله. دونك الموجه الميكانيكيه متوالية قلنا هي تتابع مستمر لإشارات ميكانيكية ناتجة عن اضطراب اضطراب مصان ومستمر لمنبع الموجات لاك درناه قبيله في اللايف الاولاني، متفقين ان هي تتابع مستمر لإشارات ميكانيكيه ناتجه عن اضطراب مصان ومستمر لمنبع الموجات. دونك هذه هي الموجه الميكانيكيه المتواليه 0.5 بوان. انقل على ورقه تحريرك رقم السؤال واكتب الحرف الموافق الاقتراح الصحيح. جوج واحد غنختارو الجواب الصحيح. غادي نكتب ليه قيمة طول الموجة طول الموجة. دابا هو ما بغاش الجواب، هو ما بغاش يعني تخرج، بغا غير الجواب ديريكت هاد السؤال. انا غير درت ليك بشوية إيمان، غير بشوية عليك لي زربو ماتو. شنو كيقولو مراكشيين؟ شنو كيقولو مراكشي؟ لي زربو ماتو. يلا إيمان يلا. دونك هاد المسافة من هنا حتى لهنا، نحسبو لومبدا. هاد المسافة شحال فيها من لومبدا؟ ها لومبدا الأولى، ها هي الشكل، ها نتا شوف، ها هو الشكل، نعاود رسمهولك. متفقين؟ دونك عطاك هنا من هنا لهنا شحال لومبدا، من هنا لهنا لومبدا، من هنا لهنا لومبدا. شحال عندك من لومبدا هنا في الشكل؟ شحال عندي من لومبدا هنا في الشكل؟ عندي تلاتة لومبدا، ها لومبدا الأولى، ها لومبدا الثانية، ها لومبدا الثالثة. المسافة إذا شغادي ندير يدي الوسخ، دابا الوسخ حيت هو شنو بغا؟ بغا هو جواب صحيح. إذا ندي فيها تلاتة لومبدا، إذا لومبدا كتساوي دي على تلاتة، غناخدو ديك 15 مليمتر 15 مليمتر
غنضربوها في 10 أس ناقص 3 باش نحولها لمتر، ونقسمو على 3، 15 على 3 هي 5، في 10 أس ناقص 3، ونشوفو شكون هو الجواب الصحيح. 15 خطأ، 0.5 خطأ، 5 مليمتر. واخا ما يحولوش هما، المهم هذا هو الجواب الصحيح، هو السي. يلا برافو إيمان. دونك 15 الجواب الصحيح هو السي، تكتب لي قيمة الجواب الصحيح هو السي. جوج. قيمة السرعة في الانتشار على سطح الماء، غنديرو العلاقة في كتساوي، العلاقة ديال في كتساوي لومبدا فوا ان، هادي هي 5 مليمتر، 5 مليمتر نضربها في 10 أس ناقص 3، و ان هي 50 هرتز، ان هي 50 هرتز، دونك هي 5 في 10. إلا خليتها بمليمتر مشى ليك السؤال، ما تلقاش الجواب الصحيح، هي 0.25. دونك 0.25 هي الجواب السي تاني، جواب السرعة في، الجواب الصحيح هو السي. دونك جوج ثلاثة، نعتبر نقطة ام سطح الماء، نعتبر نقطة ام فين نقطة ام هي هادي، هذا هو اس، صافي كان داكشي اللي كنا درنا قبيلة، انت غير طلب على تبعتي في الاول يجيك هادشي ساهل. دونك الاستطالة ديال ام، شتي لاحظتي دايما كيسبقو الاستطالة ديال ام لنقطة ام بدلالة الاستطالة ديال اس للمنبع. دونك اش قلنا، اش قلت لكم، يلا الا كنتو حفاظ راه تعقلوا عليها، قلت لكم ان ايكغيك ام ديال اس، عفوا ديال تي، اللحظة تي هاد اللحظة كتكون ديال هادي، إذا يعني اش هي ديال اس في اللحظة تي ناقص تو، ولا سبقوا لك اس في اللحظة تي، يعني هاد تي كتولي ما كتبقاش ديال اس، ما كتبقاش ديال ام، كتولي ديال هادي اللي سبقنا، كتولي هي ايكغيك ديال ام كتساوي ايكغيك ديال تي بلس تو. إذا سبق لك ام كدير تي ناقص تو، إذا سبق لك اس كدير تي بلس تو. المهم دونك هنايا خاصها تكون بعدا، خاصنا نعرفو بعدا تو شحال كتساوي طو، خاصني بعدا طو، خاصني نحسب بعدا طو هو الاول. علاش؟ راه واخا دابا نتا واحد غتكون وحده من هاد الجوج، شكون هي فيهم طبيعة الحال اللي فيها ناقص ايكغيك ام كتساوي اما تي ناقص 0.7، واما هادي وحده في هاد الجوج، وحده في هاد الجوج، هادو اللي فيهم زائدة خطأ. دونك غادي نحاول نجبدو بعدا ديك طو. دونك اش غادي ندير، لدينا، اسمع، لدينا في كتساوي المسافة اس ام على طو، على طو، اذا طو نجيب الفوق وغادي ننزلها لتحت، اذا طو كتساوي اس ام على في، كتساوي اس ام على في، اس ام شحال عطاوني في اس ام، عطاوني 17.5، ها هي اس ام عطاوها لي، دونك هي 17.5 مليمتر، مليمتر مقسومة على في، في هي اللي حسبنا في السؤال اللي فات، هي هادي 0.25، صفر سرعة الموجة كتبقى هي سرعة الموجة متر بار سكوند، إذا هاد 17 مليمتر نضربها في 10 أس ناقص 3، وهاني خرجت لي الطو. دابا فهمتي الطريقة اللي كي دايرة، راه قلتها لك، قلت لك غنعطيك جوج ديال الطو، وحدة تخدم بها تكون عندك ديجا في شي سؤال حسبتيها، وحدة غادي يعطيها غير من راسو باش ما تعرفش انت هي الطو ما تعرفهاش. دونك طو كتساوي 0.07، إذا شكون هو الجواب الصحيح؟ هو هذا هو. دونك سؤال جوج ثلاثة، دونك الاستطالة هي استطالة إيكغيك إم هي الجواب، غتقولي الجواب أ، جواب أ. قيمة طول الموجة تكتب لي الجواب سي، الجواب سي، متفقين؟ كتب لي هنا الجواب سي باش تكون يعني الجواب ديالك مقاد مزيان، الجواب سي. يلا نضبط الهزاز على القيمة ان بريم، غادي نبدلو التردد، فتصبح قيمة طول الموجة، فتصبح قيمة طول الموجة هي ايكغيك بريم. هل الماء وسط مبتد؟ اش كدير في هذا السؤال؟ كنا درنا هادشي في الطورة الأولى، رابعا أو ثالثا، اشنو غادي دير؟ لدينا غادي نمشيو نحسبو في بريم، شنو هي في بريم؟ في بريم هي لومبدا بريم في ان بريم، ياك؟ هي في بريم كتساوي لومبدا بريم في ان بريم، في واحد التليفون. دونك غنحسبو الموجة، شوف باش كيقوليك وسط مبتدا شنو كدير، باش كيقوليك وسط مبتدا شنو كدير، كيخصك تشوف السرعة كيكون في الواقع عطيك واحد التردد،
شنو كيدير؟ كيبدل لك التردد، كيقول لك بدلنا التردد، بدلنا التردد، هادشي ما درناش في تردد ان بريم، ما درناش في ملخص، نسيتو، كان عليا نديرو ساعة نسيتو صراحة، ولكن انت راه تكون عارف الحيود بالنسبة للحيود وبالنسبة للوسط المبتدأ، حنا غنشرحوه دابا. كيعطيك واحد التردد آخر هنايا، هنا حسبتي السرعة في الأول، حسبتي السرعة يعني في الأول حسبنا شحال كنا 0.25 متر بار سكوند، فاش كيبدل لك التردد كتشوف إلا لقيتي أن السرعة كتغير، يعني السرعة في كتخالف في بريم، كتقولي وسط مبتد، وسط مبتد، متفقين؟ هو دائما كيبدل لك التردد، يعني إلا جيتي حسبتي السرعة في بريم ولقيتيها كتساوي في، كتقولي وسط، وسط غير مبتد. إذا شنو هو الوسط المبتد؟ الوسط المبتد هو أن السرعة تتعلق بتردد المنبع، كتعلق بالتردد، إلا غيرتي التردد كتغير السرعة، ده وسط مبتد، متفقين؟ دونك لدينا غادي نحسبو في بريم، في بريم تانية في عندي 0.25، دونك هي 3 مليمتر، هادي فيها 3 مليمتر، 3 مليمتر نضربها في 10 أس ناقص 3 في إن بريم في 100، في 100، دونك في 10 أس ناقص 2، دونك في بريم نحسبها بسرعة، دونك هي في 10 أس ناقص 1، دونك هي 0.3 متر بار سكوند. إذا ولدينا في كتساوي 0.25، إذا هتقول لي إذا في تخالف في بريم، وبالتالي اش وسط مبتد لا غير مبتد. يلا جاوبوني في التعليق، يلا تفاعلوا شوية، تفاعلوا شوية، شوية تفاعلوا انتم هاد اللايف ناس. يلا واش وسط مبتد لا غير مبتد؟ وسط مبتد. واش بغيتو ندير لكم الجوائز باش تفاعلوا في هاد اللايف؟ اذا هتقول لي اش، انا باش نكتب الجواب ديريكت، لان ها الجواب هكا كتكتب ليه، تقول لي اذا الوسط مبتد، مبتد لان سرعة الموجة، او سرعة، عفوا ماشي الموجة، سرعة انتشار الموجة، او سرعة الانتشار فقط، تكتب لي انت سرعة الانتشار، لان سرعة الانتشار تتعلق بتردد المنبع. هذا هو الجواب، واخا كتبتي لي هادشي، واخا كتبتي لي هادشي كامل، كتقول لي في الاخر اذا وصل مبتدئ، لان السرعه، سرعه الانتشار تتعلق بتردد المنبع. اذا دائما غيعطيك تردد في الاول، متفقين؟ وغادي تحسب لي السرعه، هادشي اللي هكا كنخدمو، هكا كيكونو التمارين، غادي يبدل لك تردد، وانت شنو غادي تحسب السرعه وتقارن في مع في بريم، لقيتيها مخالفين تقول لي وسط مبتد، لقيتيها ما مخالفينش لقيتيهم متساوي السرعه ما تبدلاتش، وتقول لي وسط غير مبتد. يلا يلا مزيان مبتد، ما عندي معكم. يلا وصلنا في هذا السؤال، نضبط تردد الهزاز على القيمة رطيناها على 50 هرتز، قال لك رطيناها 50 هرتز، ونضع في الماء الموجود في حوض الموجات حيزا بفتحة، وضعنا واحد الفتحة ورطينا التردد 50 هرتز فتحة، فنضع أمام زعما هاد الموجة واحد الفتحة عرضها أ، طبيعة الحال بين نش علاش غادي نهضرو، سمي الدائرة التي تحدث تحليل جوابك. إذا باش نعرفو واش دائرة الحدود ولا ماشي دائرة الحدود، شنو هي دائرة الحدود؟ دائرة الحدود هي واحد الدائرة فاش كيتغير شكل الموجة، كتكون دائرية كتولي مستقيمية، ولكن إمتى هاد الدائرة كتوقع؟ في هاد الشرط، إذا كانت أ أصغر أو يساوي لومبدا، يعني خصنا نشوفو لومبدا، نشوفو لومبدا ونقارنوها مع أشهر خرجتنا في لومبدا، هي 5 مليمتر و أ 4 مليمتر، متفقين؟ لدينا سؤال 4-1، لدينا لومبدا كتساوي 5 مليمتر و أ شحال كيساوي؟ 4.5 مليمتر، إذا أ راه أصغر من لومبدا، متفقين؟ عرض فتحة أصغر من طول الموجة، إذا الشرط، شرط الحيود راه محقق، هذا هو شرط الحيود، خاصها تكون دائما الفتحة خاصها تكون صغر من اللومبدا، متفقين؟ إذا الظاهرة، ولا تقدر تقول لي اسم الظاهرة، تقول لي اسم الظاهرة هي ظاهرة الحيود، إذا الظاهرة التي تحدث، الظاهرة التي تحدث
تقدر تقول لي اسم طائر إدارة الحيوت لأن أ أصغر من لمضة، ولكن هذا الجواب هو اللي مزيان كيبان ليا. أ كتساوي 4 على 5 وأ واللمضة كتساوي 5 مليمتر، إذا أ كتساوي أصغر من لمضة، إذا الطائرة ذات الحدود هي ظاهرة الحيوت. ظاهرة الحيوت خاصك تبين لي أن أصغر من لمضة، متفقين؟ يلا بالنسبة للسؤال، مشى السؤال، انقل على ورقة تحريرك رقم السؤال واكتب الحرف الموافق للاقتراح التالي. هذا السؤال كيتحط بزاف، باقي ما قلوش، لكن عرفت انا شنو غيسول. غيسولك على طول الموجة المحيدة، يعني بعد اجتياز الفتحة باينة. هذا السؤال تحت حمرة، انا درت انا واحد تحليل الاسئلة اللي كيتحطوا يعني في الوطني ديالكم نتوما، كاين واحد الاسئلة كيتحطوا بزاف في المرات، وهذا السؤال كيتحط بزاف. هذا الوطني راه ما درتليش تحليل، يلا زدتو حيت ما كانش عندي، متفقين؟ بحال بحال التعليم ما كانش عندي في البيسي، دونك ها هو عاوتاني كيتعاود. شنو هو هذا السؤال؟ كيسولك على الموجة المحيدة، الموجة اللي هتخرج من هنا. انا بعدا ما قاليش رسمها، انا طلب بعدا واحد المسألة شتي راه كانت حطت في واحد العام في الناسيونال نورمالمون. شنو كنا درنا حنايا ديك الساعة؟ كنا درنا الدرس مثلا كناخدو موجة مستقيمة، ياك هادشي اللي كنا درنا في الدرس. ومن بعد اش كيوقع لهاد الموجة؟ كتولي دائرية، كيتغير الشكل ديالها. هذا هو الحيود، الحيود هو أن الموجة كتبدل الشكل ديالها، كتكون واحد الموجة مستقيمة فاش كتلاقى مع واحد الفتحة صغيرة، بحيث الفتحة العرض ديالها صغر من اللمضة، كتغير شكل الموجة، ما كتبقى كتولي دائرية. ولكن شوف هاد الوطن راه حطوا عليهم دائرية، أنا كنت كنتسنى أنهم يقول لك رسمها، ما قالهمش رسموها. دونك نورمالمون إلا قال لك رسمها، إلا عندك موجة دائرية رد لبها. شوف دائرية، إلا سولت قلت لك كيفاش غيوقع الشكل ديالها، كيفاش شنو غيوقع الشكل ديالها؟ واش غتكون بعد الفتحة مستقيمية ولا دائرية؟ واش غتكون بعد الفتحة؟ يعني قلنا الحيود هو أن الشكل كيتغير، رد لبها هنايا إلا عطاك دائرية، يعني وعطاك دائرة الحيود، وكانت هاد أ صغر من اللمضة، إلا كانت أ صغر من اللمضة، الموجة يعني كتخرج من هنا دائرية، راه دائرة الحيود كتوقع هنايا، إلا كانت أصغر من اللمضة يعني الحيود كاين، الحيود راه كاين، متفقين؟ دونك هنا علاش الشكل ما تغير؟ هنا الشكل كيتغير، ولكن شنو كيوقع؟ هاد الفتحة هادي صغيرة بزاف، شنو كيوقع؟ هاد الجزء هذا اللي كيبان هنا ديال الموجة، كتعتبر الفتحة بحال شي مستقيم، لأنه صغيرة بزاف كيبان لها بحال شي مستقيم. بحال مثلا حنايا دابا الأرض كروية، ياك دابا الأرض كروية، ولكن حنا حيت واقفين فوق الكرة الأرضية، كيفاش كتبنينا الأرض؟ كتبنينا مسطحة، متفقين؟ فاش كنكونو في واحد البعد اللي صغير، فواحد البعد اللي صغير بزاف، كتبنينا حنا الأرض مسطحة، متفقين؟ ولكن إلا طلعتي لفوق كتبان لك من الفوق الأرض كروية. نفس الشيء هنايا، هاد الفتحة صغيرة بزاف، دونك فاش كتجي هاد الموجة كيدخل جزء من هاد الموجة، كيبان لها بحال كتبان لها بحال اش بحال بحال مستقيمية، إذا هي كتعتبر بحال مستقيمية وكتبدل لها الشكل ديالها. هاد الفتحة كتبدل الشكل الموجة، كتدخل هي بحال مستقيمية كتخرج دائرية، يعني اش المهم؟ إذا عطاك موجة دائرية وكان الحيود تحقق هذا الشرط، غتخرجها دائرية، غتخرج الموجة دائرية، متفقين؟ إلا كانت إذا ما وقعش دائرة الحيود ديك تخرج مستقيمية، إذا ما كانش دائرة الحيود ما غاديش تغير الشكل، لأن هاد الفتحة كتعتبر أن هاد الدائرة كتعتبر مستقيم. عقل هذا كانت تحطط لهم واحد العام، ممكن إذا كانت دائرية وكان الحيود تحقق الشرط كتخرج دائرية، الحيود دائما كانت مستقيمية كتخرج دائرية، ولا كانت دائرية كتخرج دائرية، معقل عليها؟ طب راه خصك تفرح تقول يا ربي تحط، حيت أنا عرفتها وأخرين ما عرفوهاش. إذا كان عندك تفكير خطأ، دونك ما خصكش تفكر هكا زعما الناس، خصك تبغي ليهم الخير. قيمة طول الموجة وسرعة الانتشار، يلا رد البال. دابا الموجة دائما هذه الموجة اللي كتخرج فين؟ 4 3، دونك هذه الموجة اللي خارجة، شوف هذه الموجة، هذه اش كتسمى؟ الموجة الواردة اللي جاية، الموجة الواردة، هذه الموجة اللي داخلة، موجة واردة ياك، وهذه الموجة اش المحيدة، هذه الموجة عقل عليها المحيدة، عقل عليها المعلومة مزيان حيت كتحط كل عام. شنو هي هاد المعلومة؟ هاد الموجة باش كتميز، كتميز عندها سرعة وعندها لمضة وعندها تردد، عندها طول الموجة عندها تردد، هاد الموجة عندها تاهي سرعة وعندها لمضة وعندها تردد، هاد الموجات بتلاتة عندهم
نفس الخصائص، يعني نفس السرعة، نفس لومبدا، نفس ان. يعني الا سولك متفقين على شحال في ديال هادي هي في ديال الاولى اللي كانت هنا، شحال اللومبدا اللي ديال هادي هي اللومبدا اللي كانت هنا، شحال اللومبدا ديال هادي هي اللومبدا اللي كانت هنا. دابا غنسول نشوفو شحال كانت عندي لومبدا في الاول في 8، 5، يعني خصها تخرج ليا 5. متفقين يا شنو فين هما اللي فيهم 5؟ هذه فيها 3 خطأ، بي خطأ و بي بي خطأ. هذه فيها 3 فيها 15، هذه فيها 5 مليلتر، هذه 5 مليلتر. اذا هذه وحده فيهم راه صحيحه. واخا شنو في شحال خرجت لنا في السرعه؟ 0.25. اذا السرعه 0.25، اذا دي راه صحيحه. دونك الموجه المحيده راه هذا السؤال ديما كيتحط، كيقول لك حسب السرعه ديال الموجه المحيده اللي خارجه. المحيده يعني هي هذه، المحيده هذه اللي هنا كتبقى نفس السرعه، السرعه اللي كانت عندك في الاول، يعني انت حسبتيها في الثمانيه الاول. شوف نحطوها لك عاوتاني، متفقين؟ دونك راه هاد الموجه هادي عندها نفس اللومبدا الاولى، الاولى متفقين؟ راه حيت رجعنا للطرد، نفس التردد. فاش رجعنا نفس التردد عطاتني اللومبدا الاولى، رجعنا نفس التردد 50 هرتز، رجعنا نفس التردد، ما بقيناش في التردد ديال 100. قال لك نضبط الهزات قرات 8 مزيان. اذا رجعنا اللومبدا الاولى شحال؟ 5 ملم. شحال السرعه كانت في 8 الاول؟ 0.25. اذا الجواب الصحيح هو دي. الا قال لك شي سؤال شنو هو التعليل ديالك، كتقول لي لان الموجه المحيده لها نفس خصائص الموجه المحيده، الموجه المحيده لها نفس خصائص الموجه الوارده. اذا الجواب الصحيح هو دي، الجواب صحيح هو دي. استاذ لا هذا ملي قال سجل لايف على هذا الطوغ ما غاديش نسجلو، على هاد الطق اوينيك ما غاديش نسجل اللايف. فاشنو انت تمشي تنعس وحنا نضربو تما؟ اما نعسو كاملين يا اما نرتاحو كاملين يا نضربو تما كاملين اوينيك. يلا يلا وصلنا في الوطني رقم، النفط الوطني رقم الوطني في مصنع. تلفوني هاد الوطنيات، شوفوا هاد الوطني، والله إلا تلفوني. ها هو الوطني، وصلنا في 2021 نورمال، يعني 2020 دابا، 2020. راه كندعيو معاكم، كندعيو معاكم. انا حنا كنخدمو معاكم وفي الاخر ما ندعيوش معاكم. يلا 2020، 2020 راه طراباج. يلا راه طراباج، غادي يوصل شي تلميذ ديالي راه طراباج. دونك نحدث على السطح الحر للماء الموجات لحوض الموجات بواسطة صفيحة بي مرتبطة بهزاز. خصني نوجد الملون ترددها. دونك تردد الموجة هو 10 هرتز، هو تردد الهزاز. تنتشر الموجات دون خمود ودون انعكاس. يمثل الشكل واحد سطح الموجات عند لحظة معينة. المسافة دي، نعطي المسافة دي 6 سنتيمتر. حدد طول الموجة. يلا شوف شوف. وينك قال لك ياسين، قال لك الاستاذ باش ما يتنساش علينا. يلا يا سيدي غنشوف خرجتي من اللايف غنتفاهم معاك. يلا دونك حدد قيمة طول الموجة. يلا لومبدا لدينا، طول الموجة لدينا قال لك لومبدا. ها هي دونك شحال عندي انا من لومبدا؟ ها اللومبدا الاولى، ها اللومبدا الثانية، ها اللومبدا الثالثة. 3 لومبدا. اذا دي لدينا الدي كتساوي فيها 3 لومبدا. اذا اللومبدا هي الدي على 3. لا تقول لي شوف استاذ واش ديما 3، ما كايناش ماشي ديما 3، هادشي راه ما فيهش ديما. متفقين؟ دونك اللومبدا شحال دي كتساوي؟ هي 6 مقسومة على 3، 6 سنتيمتر. اذا هي 2 سنتيمتر. اذا اللومبدا تحولها للمتر، هي 2 × 10 ناقص 2. واش واضح؟ واش واضح؟ دونك هذا السؤال صافي ولا كيبان لينا باين، انا كيبان ليا انه صافي راه كلشي يكون فهم. دابا هذا السؤال ديال الدي اش كيقول لك؟ الدي استنتج السرعه، السرعه صافي
سؤال تبع سؤال، يعني شي الا ما ركزتيش وما جمعتيش راسك راه غادي تجيبها في راسك. شي الا ما ركزتيش راه هادشي انت ساهل، يا اما تكون جامع راسك ما كاينش انك تكون تكون جامع راسك. شي حاجه الا مشى لك سؤال كيمشي معاه الاخر، هذا هو المشكل. السرعه العلاقه ديالي هي في كتساوي لومضاف و ان، اذا في هي لومضاف خرجتنا جوج في 10 اس ناقص جوج مضروبه في التردد هو 10، اذا في كتساوي جوج في 10 اس ناقص واحد هي 0.2. وكان أكبر نتيجة، نعتبر نقطتين M و P، نعتبر نقطتين M و P من سطح الماء، حيث المسافة M P كتساوي 7 سنتيمتر. احسب التأخر الزمني طو لاهتزاز النقطة P بالنسبة ل M. سهلة، نحسبو العلاقة، نخدمو بالعلاقة H. العلاقة V كتساوي ديك المسافة M P على طو، بغا هو طو، إذا طو غادي تجيب طول هنا وفي لهنا هي ام بي على في، غادي تجيب هادي لهنا وغادي تجيب هادي لهنا، متفقين؟ هي ام بي على في. اذا طو كتساوي هي المسافة اللي هي بي، عطاني شحال فيها، 7 سنتيمتر ضربها في 10 اس ناقص جوج مقسومة على المسافة السرعة في 0.2. على حسب بحركة نتحدث، على حاسبة على حاسبة. يلا دونك هي 7 × 10 اس ناقص جوج. يلا نقراو التمرين الجزء الثاني التمرين، يلا نشوفوا هذا راه صافي. دابا هذا ما بقاش كيخلعنا، شي هذا التمرين ما بقاش كيخلعنا. دابا هذا غير اجي انا، فهمتي؟ انا اللي غادي نعطيك العصا ماشي انت اللي غادي راه خص الفيزيك هو اللي يولي يتخلع منك. 0.35 يلا دونك اشنو قال لي؟ مشينا وصلنا البارتي الثانيه، صافي سالينا دابا الوطني، ضمنا 1.5، حنا غاديين باقي لنا 1 و1.5 اخرى، يعني 3 نقاط، يعني غالبا تكون 3 و3.5، 3.5 هي اللي دايرين هاد اللعب. لتحديد سرعه انتشار الموجه الصوتيه فوق داخل قاعه الاشغال، انجز الاستاذ تركيب تجريبي مماثل في الشكل، هاد الشكل شنو عندي فيه ميكروفون وميكروفون اها، وعندي مكبر جوج صفحة 4 6، صفحة 4 6. المهم حنايا فهاد، والمتكون من ميكروفون ام واحد و ام جوج تفصل بينهما المسافة دي، مكبر صوت جي بي اف يعني المولد اللي كيعطي الطاقة لهاد المكبر، مضبوط على تردد ان، متفقين؟ راسم تذبذب يعطي الشكل 3، ها هو الشكل 3. قرا دائما فاش يقول لك الشكل 3 اش من شكل، رد البال هاد النقطه هادي راه خطيره، بعض المرات كيعطيك جوج اشكال مشابهين وكيقول لك احسب الطور، يحسب الطور لا شي حاجه، يكون جوج اشكال مشابهين، انت ما ركزتيش من شكل قال لك راه غتحسب الطور ديال شي شكل اخر، الشكل الاخر، رد البال راه كنتحطط لهم شحال من عام. دونك راه هما كيعرفوكم نتوما تقريبا المستوى ديالكم، ما كنهضرش على المستوى، الاغلبيه قلت لك عندي مزيانين ولكن كيعرفوا اغلبيه المستوى ديالهم شويه ضعيف، فهمتي؟ كيحطوا لهم مثلا هذاك سميتو استطراد 3x و3y، وكيقول لي استخرج مثلا استخرج الطور، متفقين؟ التلميذ الا ما كانش ضابط مسائل راه كيتهز في هذاك التمرين. دونك عطاوني المسافه دي بين الميكروفونين، شنو قال لي هنايا؟ الرسم التذبذبية المعينة بالنسبة لمسافة دي واحد، مسافة دي واحد حساسية الأفقية، عين قيمة الدور. دونك غادي نمشيو للشكل وغادي نحسبو قيمة الدور، دونك غادي نحسب هنا من هنا حتى لهنا، هادي هي اللي سهلة، من هنا جات في الوسط ما غاديش نخدم بها، غنحسب من هنا حتى لهنا، شحال هي متدريجة؟ 1 2 3 4 5 6، كتفوت الصفر الأول كتمشي للصفر الثاني، 1 2 3 4 5 6، إذا إكس فيه 6. الجزء الثاني وصلنا في الجزء الثاني، ثانيا غدير ثانيا 2 1، غتقول ليه قيمة الدور. شوف كتب هادشي، كتب هادشي حيت الأسئلة مشابهين خصو هو يعرف علاش كتهضر، بغيت تكتب ليه العلاقة ديريكت، كتب ليه هادشي قيمة الدور تي تي، غتقول ليه كتساوي اس اش في اكس، راه هو ما غاديش يعرف، باش غادي يعرف علاش كتهضر، متفقين؟ دونك حاول تقاد ليه هادشي باش انت بحال كتعامل معاه حتى هو كيتعامل معاك. دونك تي اس اش شحال عطاني الحساسية الأفقية؟ 1.0 × 10⁻⁴، هاد 1.0 هي 1، 1.0 شوف هاد 1.0 راه هي 1، يا باش تفهم
باش عندك تنسفير انت عند الوطني واحد خصها صفر هي واحد متفقين. هما كيديروا بحال هكاك يعني باش كي زعما اكثر هاي الدقة وصافي هي واحد في 10 اس ناقص 4 مضروبة في اكس حلقنا متدريجة كنحسبو من هنا حتى لهنا، يا اما قلنا من هنا حتى لهنا ولا من هنا حتى لهنا. هادي جات في النص، انتي جات في النص ما غاديش نخدم بها، نخدم اللي باللي باينة ديزام الخط، هادي ديزام الخط، ديزام الخط غنخدم انا بعادو 6 تدريجات 6 ديفيزيون، دونك هي 6 في 10 اس ناقص 4. دونك هنا كاينه السكوند، السكوند يعني ما غادي نحول والو، يعني 6 6 في 10 اس ناقص 4 سكوند. يعني حسنت الدور ما قاليش طردو، قال لي الدور. نزيح افقيا الميكروفون ام جوج، ها دابا هاد الشكل، هاد الشكل هذا حصلنا عليه في هاد المسافة هادي. اذا دابا شنو قال لي؟ نزيح افقيا الميكروفون ام جوج تدريجيا بالنسبة لام واحد، غادي نزيحو ام جوج بالنسبة لام واحد. شحال كانت بيناتهم المسافة في الاول؟ 21، كانت المسافة بيناتهم 21 في الاول، وكان عندي هاد الشكل حركناهم، بقينا كنقول لك تدريجيا بالنسبة لام واحد الى ان يصبح رسما تدريجيا على توافق في الطور، على توافق في الطور. صافي قالت على توافق في الطور ريسكت، يعني اش ما عندكش جوج لومبدا ولا ثلاثة لومبدا، عندك هي لومبدا هاد المرة. المسافة بين ام واحد و ام جوج هي 41.5. دابا هاد الحالة ما درتش معاكم قبيلة، صافي كنت درت معاكم في الاول العام في الفيديوهات الاولين، في الفيديوهات الاولين درت معاكم هاد الحالة هادي. في الاول كانوا بيناتهم هاد المسافة هادي وكانوا على توافق في الطور. هاد الحالات درناها قبيلة في اكس، صافي انا نجاوبو على ده. حدد قيمة طول الموجة، دابا شوش غادي انت جوج جوج. دابا هنايا فاش كانوا في الاول، ها انت الميكروفون هنا واخا غادي رسم، شحال كانت بيناتهم المسافة في الاول؟ كانت مسافة دي واحد ياك. شنو قال لي؟ قال لي حركنا هذا، زدنا حركنا هاد ام جوج، زدنا حركنا بمسافة اخرى حتى ولات المسافة بيناتهم هاد المرة. دائما هو شنو كيعطيك؟ كيعطيك هي المسافة بيناتهم، كيعطيك هي المسافة بيناتهم. الا عطاك يعني المسافة ديريكت راه هذيك هي لومبدا، ولكن دابا شنو عطاني؟ عطاني في الاول واحد المسافة بيناتهم هي المسافة دي واحد، ها هي من هنا لهنا. من بعد عطاني المسافة الثانية بيناتهم نيت دي جوج. دونك وفاش حركنا بواحد بهذيك المسافة في المرة الثانية ولا على توافق في الطور لأول مرة، لأول مرة ما عنديش جوج لومبدا ثلاثة لومبدا، ولا على توافق في الطور لأول مرة. يعني هاد المسافة باش حركنا من هنا حتى لهنا هي لومبدا. هاد المسافة باش هاد المسافة هادي شنو هي؟ هاد المسافة هادي هي هاد الكبيرة ناقص هادي، عندك دي جوج ناقص دي واحد كتساوي لومبدا. دابا هو في الاول كانت المسافة بيناتهم هي دي واحد، حركنا هذا بقينا كنحركو كنحركو دائما ديك المسافة اللي شوف دابا الميكروفونين المسافة كيكونوا في الواحد الا كانت ها هما، شوف هما هاد جوج سيلوات. دابا على توافق في الطور هاد السيلوات الشكل على توافق في الطور بحال هكا، بحال هاد الشكل هذا. شنو كان شكون شنو كيوقع فاش كنحركو داك الميكروفون جوج؟ كيتخربق الشكل، ما كيبقاش على توافق في الطور، ما كيبقاش الماكس مع الماكس. دونك كنبقاو كنحركو كنحركو حتى كيولي توافق في الطور. هاد المسافة اللي حركت من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، هادي هي لومبدا، هي لومبدا، هي لومبدا، متفقين؟ هي لومبدا. اذا كيفاش نحسبها؟ خصني نحسب من هنا حتى لهنا المسافة الكبيرة ناقص المسافة الصغيرة اللي كانت بيناتهم في الاول، متفقين؟ اذا عقل عليها، الا عطاك جوج مسافات سهلة، الا عطاك جوج مسافات المسافة اللي كانت بيناتهم في الاول والمسافة اللي كانت بيناتهم في الثاني، هاد المسافة عطاتني على توافق في الطور، هاد المسافة عطاتني توافق في الطور. باش تجبد لومبدا كدير دي جوج ناقص دي واحد، باش تجبد لومبدا كدير جوج ناقص واحد. الا عطاك جوج مسافات، عطاك جوج مسافات دابا، حيت الاسئله اللي شفنا قبيله كيعطيك هي مسافه، دائما اغلبيه الحالات كيعطيك هي مسافه وحده، كيقول لك حركنا وحسن اتفق في الطور، كدي ليه دي كتساوي لومبدا، كيقول لك حركنا بالمسافه دي ولقينا ثلاثه لومبدا، لقينا الطور ثلاث مرات، دي ثلاث مرات كدي ليه دي كتساوي ثلاثه لومبدا. دابا الى عطاك جوج مسافات كدي ليه المسافه الكبيره ناقص الصغيره، مفهومه؟ كنديرو المسافه الكبيره ناقص الصغيره صافي. دونك الا قال لك، الا قال لك مثلا حط لك المسافه وقال لك حصلنا على الطور على توافق في الطور مثلا لمرتين، اش غادي ليه؟ يلا شوف هاد الحاله هادي، ها الا بغى يصعب غيدير معاك هادي. دابا اصعب حاله هي هادي،
الى عطاك مسافه وحده قال لك حركنا بالمسافه وحصلنا على توافق في الطور لمرتين، كنت اللي ديك كتوج لوند. الى قال لك حركنا بالمسافه دي وحصلنا على توافق في الطور لعشر مرات، كنت اللي 10 لومبدا. الحاله الثانيه الى عطاك جوج مسافات، قال لك في الاول كانت بيناتهم مسافه دي واحد، ومن بعد بلات بيناتهم دي جوج. متفقين؟ اذا شنو هي اللومبدا؟ كدير هي دي جوج ناقص دي واحد، ولكن الى توافق في الطور مره واحده. الا قال لك حركنا بالمسافه دي واحد وعاود ثاني حركنا بالمسافه دي جوج، راه قلنا دائما كدير دي جوج ناقص دي واحد، ولكن خصك ترد البال واش قال لك لي مره واحده ولا ما قالش. يعني الا ما قالش، انا حيت ما قالش واش مره واحده، قال حصلنا على توافق في الطور فقط، يعني راه مره واحده. وجا وقال لك مثلا حركنا بالمسافه دي واحد ودي جوج، وقال لك حصلنا على توافق في الطور للمره الثالثه. شفتي هاد الحاله هادي؟ غتقول ليه دي جوج ناقص دي واحد كتساوي ثلاثة لومبدا. اصعب حاجه بيصعب معاك صافي هي هاتي، ما عندو فين باقي صعب معاك، هادي هي اللي بيصعب معاك، وهادي كتحط البي سي بزاف. متفقين؟ كيقول لهم حركنا مثلا، راه تحطات لهم في هذيك ديال اكس، انت شتي هضرناها في اكس، فين هو داك ديال اكس؟ هضرناها قبيله في هذيك الاستدراكيه. متفقين؟ دونك كدير لي الاوفسول الاول ناقص الاوفسول الثاني، الاوفسول الكبير ناقص الصغير، وكتشوف الا ما قالكش على توافق، الا ما قالكش اول مره الى اخره يعني راه هي واحد. الا قالك على توافق في الطول مرتين كدير لي جوج لومبدا، قالك على مرات كدير ثلاثه لومبدا، صافي وكتخدم بالمعادله. غادي نشوفو الا كاينه فشي وطني حيت ما شفتش الوطنيات كاملين. دونك صافي وغادي نحسبو اذا لومبدا شحال كتساوي دي جوج. شحال عطاني في المعطيات؟ دي جوج، دي جوج اسيدي عطاني 41.5، 41.5 ناقص 21، دونك لومبدا دونك 41 ناقص 21 دونك تقريبا 20.5 ياك، هي 20.5. 41 ناقص 21، 41.5 ناقص 21 دونك لومبدا كتساوي 20.5 في 10 أس ناقص جوج، نضربها في واحد في 10 أس ناقص جوج، طبيعة الحال هي 0.2، دونك لومبدا كتساوي 0.205 متر. ما عمرك تخليها في السنتيمتر، ما عمرك تخليها في السنتيمتر، حتى يقول لك الاختيارات، إلا كانوا اختيارات كي سي إم تقدر تكون ديك الساعة هي بالمليمتر ولا بالسنتيمتر. احسب في، في راه ساهلة، في العلاقة راه باينة، في كتساوي لومبدا، غتخدم بلومبدا على تي، هادي عندي هي 0.205، و تي حسبناها في السؤال اللي فات، شحال لقينا في تي؟ 6 في 10 أس ناقص 4. لقينا فيها 6 في 10 أس ناقص 4. في عقل عليها، هادي مسافة هادي زمان، دائما السرعة كتساوي المسافة على الزمن. متفقين؟ دونك 0.205 مقسومة على 6 في 10 أس ناقص 4، 341. سرعة الصوت نيت كتساوي 0.66. صافي هادشي اللي كاين في هاد الوطني، صافي هذا هو جهدهم. يلا شوف هاد الوطني زوين، هذا الوطني 2020 باقي عقلي عليه، كنت خدمتو شحال من عام، كنت كنخدمو في، كنت كندير لي لايف شحال هادي، مبقيتش كندير لي لايف، كنت كندير لي لايف في انستغرام، تمنى كنخدم بو كنخدم بيه ديما، دابا اعتزلنا. يلا 2020 نورمال، 2020 نورمال، تمرين زوين، تمرين زوين. يلا دونك شوف هاد التمرين هذا، رد البال الا تحط لك راه يعني خصك ترد منو البال، لانه عاطينك الاستطالة بدلالة الزمن واستطالة بدلالة اكس. يلا انتشار مجرد دائرة الى اخره، يعني مقدمة يعطي شكل واحد عدتين واحد وجوج لدراسة انتشار موجة على سطح الماء. دونك كندرسو موجة على سطح الماء، ودراسة الموجة على سطح دراسة الموجة صوتية في الهواء. متفقين؟ ما طبيعة الموجة الميكانيكية المحدثة على التوالي من طرف المنبعين عدتين؟ دونك الموجة يعني المحدثة في العدة واحد، متفقين؟ هذه يعني على مستوى الماء، شنو هي الطبيعة ديالها؟ عقل عليها مزيان هذا السؤال. فاش يقول لك، فاش يقول لك دائما طبيعة الموجة، يعني راه كيقصد بها واش طولية ولا مستعرضة؟ ما طبيعة الموجة كيقصد بها واش طولية ولا مستعرضة؟ هنا هو داك فلوغيسون،
دائما هذا راه كيقصد بها واش طولية ولا مستعربة، متفقين؟ دونك هاد الموجة دابا عندي هنا جوج موجات، العدة واحد فيها موجة على مستوى الماء، هاد راه حوض الموجات كنت درتو معاكم، ها درناه ديك الساعة في القسم وريتو لكم إلى آخره، وهادي موجة صوتية. إذا غادي نقول ليه الموجة طبيعة الموجة في العدة رقم واحد، موجة دونك الموجة على مستوى الماء، موجة على مستوى الماء، متفقين؟ موجة مستعرضة، موجة مستعرضة، وفي العدة رقم جوج، في العدة رقم جوج موجة طولية، موجة طولية، هذه موجة صوتية. إذا الموجة الطولية هذه موجة مستوى الماء، موجة يعني أنا كل واحدة على 0.25، كل واحدة على 0.25، متفقين؟ يلا في العدة رقم واحد، فين العدة رقم واحد هذه؟ دابا خدامين فين هذه؟ يحدثها الزاز موجة متوالية جيبية ترددها إن واحد، ما عطاونيش إن واحد، تردد ما عطاوش ليا، مكنة الدراسة التجريبية من الحصول على الوثيقة أ، ها هي الوثيقة أ، مزيان البال معادي، هذه اللي كنت هضرت لكم عليها قبيلة، راه إلا تفانتيتي ما عرفتيش منين جدول الدورة غادي. دونك الممثلة لاستطالة نقطة إم من سطح الماء بدلالة الزمن، ها هي استطالة بدلالة الزمن، مزيان. والوثيقة ب تمثل مظهر سطح الماء، هذا مظهر الحبل، شنو هو مظهر الحبل أو مظهر الماء عفوا؟ هو الاستطالة بدلالة إكس. دونك الاستطالة بدلالة إكس أو مظهر الحبل أو مظهر الماء، أش كنجبدو منو؟ كنا درنا قبيلة كنجبدو منو إيكغيك، عفوا كنجبدو منو رمضة، وهذا شنو غتجبد منو؟ تي، هذا إيكغيك استطالة بدلالة الزمن كتجبد منو تي الدور، وهذا المظهر الماء أو مظهر الحبل او ايكغيك بدلالة اكس استطالة بدلالة اكس كتجبد منو رمضة، عقل عليها، راه الا فهمتي هاد الشيء صافي راه ما ب... صافي ما بقى مي سميتو. دونك اوجد الوثيقة، اي الوثيقة او بي تبلغ الدورية المكانية، شتي قالك شكون هي فيهم اللي فيهم الدورية المكانية، شكون هي كتمثل الدورية المكانية، هذا اش كنجبدو منو؟ تي، وشنو هو تي؟ هو الدورية الزمنية. رمضة شنو هي؟ هي طول الموجة، شنو هي طول الموجة؟ مسافة، هي كتسمى الدورية المكانية. في الدرس بزينا بالسميه، ما سميناش طول الموجة، سميناها الدورية المكانية. دونك غتقول لي جوج هي الدورية المكانية، الوثيقة، الوثيقة اللي كتمثل الدورية المكانية، الوثيقة بي، الوثيقة بي هي اللي كتمثل الدورية المكانية، متفقين؟ أوجد تردد إن واحد، دابا التردد منين كنجبدوه؟ كنجبدوه من تي، وتي منين غنجبدوه؟ غنجبدوه من هذا. يلا جوج 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 جوج، وصلنا في كيستيون جوج جوج. دونك لنحسب الطور أولا، لنحسب تي أولا، لدينا تي كتساوي اس اش، لا 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 ما كايناش هنا الحساسية، ما كاينش هنا راتم تذبذب، بس دونك غادي تخدم يا إما من هنا تال هنا، يا إما من هنا تال هنا، غنفوت هادي ونخلي تال هادي، يعني من هنا تال هنا، متفقين؟ دونك من هنا تال هنا هذا هو الدور، غنخدم من هنا تال هنا هذا هو الدور. دابا راه شتي راه حتى شحال مرة كنخدمو بهادي، وما كنخدموش بالقمة، وما كنخدموش بالماكس، وما كنخدموش، كنخدمو غير من الصفر حتى الصفر الآخر، كنخدم من هاد الصفر كنفوت الصفر الواحد وكنمشي للصفر الثاني، هذاك هو الدور. إذا هاد الدور شحال فيه من مربع؟ فيه جوج مربعات، وكل مربع شحال فيهم؟ 0.5. إذا اش غادي تكتب أنت؟ تكتب جوج مربع جوج مضروبة في 0.05، هي شحال؟ الشي هادي تحسب آلة حاسبة، متقوليش أنت تحسبها نهار الإمتحان، هي 0.1، 0.1، ونشوف الوحدة، الوحدة هي السكوند، صافي السكوند، ما تكتبش إس بحال هكا، كتبها إس بحال هكا، متفقين؟ راه أنت تقدر أنت تقلب، أنت كاتبها وتقدر تقلب، إلا كتبتي إس يعني بحال هكا، هيسحابك خمسة، وتقدر دير 15، رد البال، متفقين؟ دونك إن، شنو هو إن؟ بغاو هو واحد على تي. واحد على تي يعني هي واحد مقسوم على صفر واحد، هي واحد مقسوم على صفر واحد، دونك هي شحال؟ واحد مقسومة صفر واحد هي 10 هرتز، و تجي تكتب ليه ان في اطار 10 هرتز، هكا كنجاوبو، تقولي اذا التردد، اذا التردد هو هكا كنجاوبو، متفقين؟ يلا احسب سرعة الموجة، ما حسبناش لومبدا ياك، ما حسبناهاش،
دونك ها انت باش تحسب سرعة الموجة، جوج ثلاثة باش تحسب سرعة الموجة، شنو خاصك؟ شنو خاصك؟ خاصك لومبدا. لدينا في كتساوي لومبدا فوا ان من الوثيقة، من الوثيقة بي لدينا لومبدا. نمشيو نحسبوا لومبدا من الوثيقة بي. اش قلنا؟ كنجبدوا مدار الحبل. غادي نقراو هذا السؤال. شحال الكونيكسيون؟ كتبان مزيان الكونيكسيون، كتبان الصورة مزيان. صافي راه خدام بالواي فاي اللي مزيان. أستاذ قلتي كنديرو المكانية، عفاك كيفاش كنديرو المكانية؟ شوف مظهر الحبل، ها ما إذا عطاك مظهر الحبل أو مظهر الماء أو إيكغيك دلالة إكس هو الدورية المكانية. دابا في الدرس الدور هو الدورية المكانية، ما درتش معاكم في الأول، لا كتبتها لكم في الأول، درتها معاكم في الملخص، درتها معاكم في الملخص، ما عقلتوش. واخا أرلي شي ورقة. ها انت شوف راه في الأول العام، في الأول العام قرينا جوج حوايج، قرينا الدورية الزمنية. قلنا الدورية المكانية، الدورية المكانية راه هي طول الموجة، راه هي طول الموجة هي لومضة، والدورية الزمنية هي الدور. فهمتي هي السميات اللي كيتبدلو، متفقين؟ راه رجع للدفتر وعقل التعاليف يقدروا يحطوا لك شنو هو الدورية الزمنية والدورية المكانية. شي بحال هذا السؤال راه غابر، متفقين؟ هذا السؤال ديال شنو هي الدورية المكانية سؤال اللي ما يعني انت غاتنسى في الاخر العام، ما كنبقاوش كنقولوا الدورية الزمنية، كنوليو كنقولوا هي الدورة طول الموجة. راه حاجة قليل فاش كنقولوا الدورية المكانية وما رجعوا لك اي باش يفهمتيوك، متفقين؟ دونك الدورية المكانية راه هي لومبدا. دونك وهاد لومبدا منين كنجيبوها؟ كنجيبوها من هاد الشكل هذا، من مظهر الماء، مظهر سطح الماء او مظهر الحبل اللي عطاك حبل، او لا ايكغيك بدلالة اكس، و ايكغيك بدلالة الزمن كنجبدو منو الدورية الزمنية. عندك هاد الرسم تبدو بو هاد ايكغيك بدلالة الزمن كنجبدو الدورية الزمنية، واضح؟ يلا السؤال ديال الدورية بلا نجبدو لومبدا من هاد الشكل. لومبدا من هاد الشكل اما تبدا من الصفر تال الصفر واما من الماكس تال الماكس. غنبدا انا من الصفر تال الصفر، غنمشي مثلا من هنا حتى لهنا ونشوف من هنا حتى لهنا شحال عندي من الصفر تال الصفر. غنفوت صفر واحد ونمشي صفر اخر، هادي هي لومبدا. اولا نمشي من هاد الصفر حتى لهاد الصفر ها البحال. دونك هاهي لومبدا من صفر تال صفر، خصك تفوت هاد الصفر لاخر. دونك هي لومبدا هي جوج مربعات، جوج مربعات في صفر فاصله خمسة، يعني هي جوج في صفر فاصله خمسة سنتيمتر. يعني لومبدا كتساوي هي صفر هي واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر يعني واحد في عشرة أس ناقص جوج متر. إذا في لومبدا هي شحال؟ هي عشرة أس ناقص جوج متر مضروبة في إن في عشرة، هي صفر فاصله واحد، هي صفر فاصله واحد. اها يلا السؤال صافي. دابا شو هاد السؤال؟ احسب في حسبناه. يلا شوف هاد السؤال هذا كيتحط ديما، انقل على ورقة تحريرك راه خمس سؤال واكتب الحرف الموافق. اش قلنا؟ قلنا الا قال لك الاستطالة درات اس، اش كناخذو اللي فيها ناقص؟ دونك ايكغيك ام بالنسبة لسميتو الا فيها ناقص، يعني غتكون اللي فيها ناقص كاينة هاد السي وكاينة دي. ابي خصني هاد هاد هذا اللي كيكون هنا هو اش؟ هذا اللي كيكون تما هو التأخر الزمني، داك اللي كيكون تما هو التأخر الزمني، متفقين؟ دونك ها انت شوف العلاقة ديال ربعة جوج أربعة اتنان إيكغيك إم. قلنا العلاقة انت عقل كدير إيكغيك إس ديال تي ناقص تو، الا سبقتي ام كدير اس ناقص تو، الا كانت اس هي اللي سابقه واخا ما كيحطوهاش بزاف كدير تي بلس تو. دابا ايكغيك الا كانت سابقه ام كدير ايكغيك ام ديال تي كدير ايكغيك ناقص تو. دونك هاد تو خصني نمشي نقلب عليها. استطاله ام بالنسبه للمنبع، استطاله ام بالنسبه للمنبع خصني نشوف المسافه ام بشحال بعيده على المنبع. هذا فين هي ام؟ خصني نشوفها بشحال بعيده على المنبع. فين هي ام في التمرين؟ اها اه
شوف دابا المشكل فين كاين، شتي القلب فين كاين؟ ما غاديش نحسبها دابا، راه خدمنا هذا السؤال في التمرين الاخر بواحد الطريقه. دابا هاد ستوب، شوف منين غتجبدها، شوف منين غتجبدها، غتجبدها من هنا، شوف منين غتجبدها، غتجبدها من هنا، شفتي منين؟ يا قلت لك ها هنا الحبل، ها هو الماء ساكن ساكن ساكن، ديك النقطه ام، ها هي استطرات النقطه ام، ها هو ساكن ساكن، هنا غتبدا في الحركه، هنا تبدا تطلع، شوف شوف هنا تبدا تطلع، هنا تبدا تطلع، هي بدات كتحل. دونك هنا هي بقات ساكنه ساكنه، قلت لك هاد النقطه هادي اللي هنا هادي هي طو، هاديك هي طو، واقيلا قلت لكم قبيله في داك في اللايف الاول، هادي هي طو. دونك طو شحال كتساوي هنا دابا في نظرك نتايا؟ واش هادي غادي يعرفوها التلامذ دابا؟ هي بيني وبينك، واش دابا هادي غادي يعرفوها دابا انت؟ واش متاكد انها واحد 95% غادي يعرفوش ان هادي هي طو؟ فاهمين؟ دونك عندك هنايا، دونك هنا حيت ما بانتليش المسافه، كون كانت المسافه اسمع مزيان، وكان عطاوني شي مسافه بين ام و اس، غادي نخدم هاد العلاقه، ندير في كتساوي اس ام على طو، وندير طو كتساوي يا اس ام على في، وغادي نجبد طو، غادي نجبد طو بهاد العلاقه، طو كتساوي اس ام على في. ولكن ما بانتليش المسافه، فاش ما بانتليش المسافه خصني نفكر في حاجه اخرى. اذا عطاوني الشكل ديال ايكغيك ديال هاد الزمن، ايكغيك ديال الزمن كنجبدو من طو هاد النقطه هادي. دونك هنا شحال عندك مربع الاول؟ 0.5، 0.05، مربع تاني 0.05، طو لدينا طو كتساوي هي جوج مضروبة في 0.05 اللي هي 0.1 سكوند، متفقين؟ 0.1 سكوند. دونك الجواب صحيح، تقولي انت الجواب صحيح هو اش؟ الجواب صحيح هو هذا بطبيعة الحال، هاو اللي فيه 0.01، متفقين؟ اللي فيه 0.01، دونك هاديك هي طو هادي. واش واضح؟ قولوا لي واش واضح. اذا انت ليا اكغيك اس ديال تي، دير لي جواب سي، جواب سي نقطتان، دير لي انت جواب سي، متفقين؟ انا يعني كنكتب لك هنا باش تبان لك هي ناقص 0.1. دابا نعاود، دابا اش كيعطيك هو؟ دابا ديك طو هاد الشكل، هذا هاد الشكل ديال الدورية، هاد الشكل ديال الدورية الزمنية ديال إيكغيك دلالة الزمن، كيكون عندك شكل بحال هكا، شوف الشكل بحال هكا، وكيبدا هاديك ديال النقطة إم، هادي الإسطرة ديال النقطة إم، إيكغيك ديال النقطة إم، إسطرة ديال النقطة إم. هاد الشكل قلنا كنجبدو منو جوج حاجات، لا ثالث لهما، جوج حاجات كتجبد طور، إما من هنا تال هنا، وإما من هنا تال هاد النقطة هادي، ولا من هنا تال هنا، بحال بحال اللي بغيتي. أول حاجة كتجبد هي الطور، ثالث حاجه كتجبد يعني التاخر الزمني، كتشوف هاد هاد القيمه ديال هاد النقطه هادي من هنا، منين بدات الحركه من هنا، هادي هي النقطه هادي، هذا هو الطو، الطو كتجبدو من هاد القيمه اللي كاينه هنا. هنا عندك صفر الزمن، دابا كنقراو على الزمن، هنا عندك صفر، هنايا عندك 0.05، قال لك كل مربع 0.5، 0.05 هنايا 0.05 اخرى، يعني هي 0.01، صافقين؟ دونك هاد اللحظة هادي هي فاش بدات النقطة ام كتحرك، اس امتى كتحرك؟ اس اللحظة الأولى ديما في اللحظة دي كتساوي صفر، و ام فاش كتحرك؟ في اللحظة ديالها تي ام، واللحظة ديالها تي ام راه هي طو، هي باش تكون في بالك هي طو. إلا سولني على اللحظة ديال حركة النقطة ام، راه في الوطنية خدمنا في واحد الوطنية دات قبيلة، إلا سولني على لحظة حركة ام نقطة ام، راه تجبدها من هادي، هي هادي نيت، راه هي هادي. والتأخر الزمني حيت شنو العلاقة؟ العلاقة هي اس ام على طو، ها هي اس ام، العلاقة فيها هي اس ام على طو، وشنو هو طو؟ هو المدة الزمنية اللي كدير ام باش دير الحركة ديال اس، هي شحال كتسرق الموجة باش توصل من اس تال ام، هو التأخر الزمني. إذا عقل عليه، هاد النقطة هادي من هنا هي طو، هاد النقطة من هنا كتشوف الموجة كتكون بحال هكا الموجة، متفقين؟ عفوا كيكون الاستطالة كتكون بحال هكا، دونك كتمشي تال هاد النقطة منين كتبدا هاد اللحظة هادي، خصك تراجع اليوم وغدا وبعد غدا، فهمتي؟ تعود عليها هاد اللحظة هادي ملي كتجبد الطو سالينا. دونك عندك جوج مربعات فيها، يعني هي 0.1، شتي؟ راه مسألة راه ما ساهلاش، خصك شحال من حاجة غتستافد في هاد اللايف، راه شحال من حاجة غتستافد. دونك الله يرضي عليك، ما تضيعش هادشي، ما تخليش يمشي لها هكاك، راه كاين اللي ما عرفش هادشي، راه واحد العدد كبير ديال التلامذة راه مساكن، فهمتي؟ مساكن على عيني ومضبوطة وصافي.
ما عارفين غير غاديين وصافي. يلا نضع وصلنا في البارتي 3، غيبدلوا ليا التمرين ولا شنو؟ اخا نشوف واش داروا في هاد التمرين، واش دازو شي تمرين. هذا البارتي 3 شوف التمرين شحال طول. الوطني تبارك الله راه فيه. نضع على سطح الماء حاجز به فتحة على الضوئين. الا ما فهمتيش هادشي فهمتي هضر معايا في واتساب نشرح لك اوديو، متفقين؟ الا ما فهمتيش نعاود نشرح لك عاود ثاني، ولا نسيفط لك شي تصويره ولا شي، ولا نعاود نشرحها في لايف غدا. يلا نضع على سطح الماء حاجزا به فتحة على الضوئين. تنحيد الشارج الشارجور باش التليفون ما يسخنش. واش هذه هي الطريقة الوحيدة باش نلقاوه؟ هذه هي الطريقة الوحيدة. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي كاينة، متفقين؟ هذه هي الطريقة، والطريقة راه قليل اللي عارفها. راه بيسي ما كيعرفوهاش، بيسي ما كيعرفوش يجبدو طو من هنا. فاش كيقول لهم يجبدو طو من هادي، يجبدو طو من هاد الشكل، ما كيعرفوش. حتى المعلومة فهمتي، معلومات نيفوات، كاين معلومات كيكونوا معروفين عند الأغلبية، كاين شي معلومات اللي بزاف كيعرفهم كلشي، بحال الموجة المستعرضة، الموجة الطولية، متفقين؟ شنو هو تعريف الموجة؟ معلومات كيعرفهم كلشي. كاين معلومات عاوتاني متوسطين، كيكون عند تلامذة متوسطين. كاين معلومات كيكون عند تلامذة شوية اللي طالعين في النيفو. دونك دابا انت طلعتي النيفو باش نتفاهمو. يلا نضعو. دونك هادي الطريقة هي تعود عليها عاودة وعاودة وعاودة حتى تشد باباها، متفقين؟ نضعو على سطح الماء حاجزا بفتحة عرضها ال. دونك غادي نخدمو بهادي. قال لي غادي نوضعو واحد فتحة عرضها ال، هاد ال هو أ، فتنتشر الموجة من طرف المنبع، فتنتشر الموجة من طرف المنبع على سطح الماء بعد جهتها الفتحة. دونك عرض الفتحة هو ال، متفقين؟ دار ليا واحد الفتحة أمام الماء، متفقين؟ وعرض الفتحة هو ال 8 سنتيمتر. ما الظاهرة اللي ممكن مشاهدتها عند جهتها الفتحة؟ دونك هنايا بحال خصك تبين أنها راه دايرة الحيوط، خصك تبينها، متفقين؟ غتقول ليه ثلاثة لدينا ال كتساوي 8 سنتيمتر، و لومبدا خصني نشوف لومبدا شحال كتساوي. شحال خرجت لينا في لومبدا؟ لومبدا شنو الصفحة دابا فاش خدامين؟ 8 2020. لومبدا خرجت لينا 10 أس ناقص 2. لومبدا هي 1 سنتيمتر. لومبدا خرجت لينا 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر. وهذه 8 سنتيمتر. اذا هذا ما كاينش دايره الحيود هنايا، كاينش دايره الحيود بلاتي. درنا واحد الخطا، درنا واحد الخطا وقيله بلاتي نتاكد. نعم درنا واحد الخطا، درنا واحد الخطأ. واش شتي دابا شتي المشكلة؟ هادي قلباتنا، هادي دونك، هادي حنا مشينا بهادي، مشيت انا بهادي سنتيمتر. دونك كان عندنا نمشيو بهادي. دونك جوج مربعات، واخا ننصحوها، جوج مربعات كل مربع فيه 0.5. اذا هنا غادي ندير نضربها في 0.5 اش متر، وما غاديش نحول متر، متفقين؟ اذا جوج مضروبه في 0.5 هي واحد، هي 0.1، هي 0.1، 0.1. دونك 10 أس ناقص 2، دونك هي 10 أس ناقص 1، 10 أس ناقص 1 في 10 هي الفيتاس، تخرج لنا واحد، تخرج لنا غير واحد واحد. علاش نصحوها؟ إذا اللمبة كتساوي 0.1 يعني متر، 0.1 متر هي 1 سنتيمتر، هي 1 سنتيمتر. اللمبة كتساوي 1 سنتيمتر. صفر فاصلة واحد، ماشي 1 سنتيمتر، 10 سنتيمتر. فين هي آلة حاسبة؟ آلة حاسبة فين هي؟ دونك اللمبة انت شوف، شوف اللمبة خرجت لنا هي 0.1 متر. باش تحولها لسنتيمتر دابا هنا شنو خاصك دير باش تقارن بين هادي وبين عرض الفتحة؟ غادي خصو يكونوا بنفس الوحدة. حاول تحولهم، تحولهم اللي بغيتي سنتيمتر لمتر، من الاحسن تحولهم بالسنتيمتر باش كيبانوا ليا مزيان. هذه بالسنتيمتر، غادي نحولها للسنتيمتر، من المتر للسنتيمتر العكس. شنو هو العكس ديال هذه؟ من سنتيمتر لمتر في 10 أس ناقص 2، من المتر للسنتيمتر بتضرب في 10 أس 2.
المتر هو الكبير، صافقين غادي نضربو 0.1 في 100 في 100، يعني 10 أس جوج، يعني هي 10. اللومبدا كتساوي 10 سنتيمتر، إذا اللومبدا راه كبر من هادي، إذا دايرة الحدود راه كاينة، صافقين. شتي فاش كنكون ضابط مسائل، يعني كاع واخا مثلا غلطت أنا مغلطتش البال هادي، حيت أنا خاصني نمشيو بالتدريجة هادي، التدريجة الأفقية ماشي التدريجة، مشيت أنا بالتدريجة العمودية، خاصني نمشيو بالتدريجة الأفقية ماشي الرأسية، صافقين. دونك هاني هنا فاش هنا ملي قال لي علي جوابك، يعني دايرة الحدود راه كاينة، ملي قال لي ما اسم الظاهرة، يعني دايرة الحدود راه كاينة، خصني نتأكد. إذا هتقول لي ال أصغر من لومبدا، إذا الظاهرة التي ستحدث، الظاهرة التي ستحدث هي ظاهرة الحدود. صنعني يلا يلا ترانز ابدا، يلا ان شاء الله جيبوا العشرينات، ان شاء الله جيبوا العشرينات. يلا استنتج طول الموجة، اللهم بدا وسرعة الانتشار. اول سؤال كيتعاود، قال لك استنتج طول الموجة وسرعة الانتشار بعد الفتحة، شحال كتساوي سرعة الانتشار بعد الفتحة؟ شحال بعد الفتحة شحال قلنا كتبقى نفسها؟ كتبقى نفس السؤال. 4 جوج 3 جوج، بعد اجتياز الفتحة، بعد اجتياز الفتحة الموجة المحيدة، أنا نكتب لك أنا الجواب، يعني المحيدة تحافظ على نفس الخصائص. خصائص إذن كتحافظ نفس الخصائص، إذن في كتساوي في، في واحد كتساوي في جوج، هنقول ليه في واحد أو في جوج كتساوي في واحد، شحال كتساوي في جوج؟ خرجتني قبيلة 1 متر بار سكوند، و سولني على لومبدا، و لومبدا جوج كتساوي لومبدا 1 كتساوي 0.1 متر، 0.1 متر. سالينا شي دابا الأسئلة كي واضحين، جوج تي فوا لومبدا، فوا لومبدا على ال. أستاذ ماشي ضروري نحسبو أ، كيفاش أ؟ أ راه هو هذا، أ راه هو ال، أ هو ال، أ راه هو ال، خصك تقارني ماشي كتحسبيه. دابا كتقارني، كتقارني هاد ال مع لومبدا، كتقارني ال مع لومبدا، خاص يكون هاد عرض الفتحة ال هو أ. دابا راه أ هو ال، هو أ في هاد الحالة، هاد أ هو ال، عرض الفتحة قرا الجملة، هي بدلك هي الرمز، بدلك هي الرمز، فتحوها عرضها ال، سماوها ال، إذا هاد ال هو أ، خصو يكون ال صغر من لومبدا. اي نعم ال سماوة أ، أنا صحابني جوج واش ساهلة، شتي شحال من حاجة كتبان لي أنا ساهلة، ولكن نتوما ما كتبانش لكم. دونك أ راه في هاد الحالة هو سماوة ال، ماشي دائما غيحط ليا أنا، خصني نشوف هداك المقدار شنو سماوه، سماوه هنا ال مزيان، غنمشي أنا معاه، متافقين؟ استنتج، يلا إلا عندكم شي سؤال سولو، مرة راه كنطلع على سميتو. استنتج يبعث رابعا مكبر صوت ديال العدة جوج موجات صوتية ترددها 10 كيلو هرتز، رد البال هادو راه 10 كيلو هرتز، 10000 هرتز، 10 مضروبة في 10 أس 3، هل يمكن الموجات الصوتية المحدثة الانتشار في الفراغ؟ سؤال عادي، سؤال عادي، 3 أو 4-1، 4-1، قال لك واش الموجات الصوتية، الموجات الصوتية أو فوق الصوتية، هادو فوق الصوتية، لا هي الصوتية سولوني، مازال ما وصلناش لعشرين كيلو هرتز. دونك الموجات الصوتية لا تنتشر في الفراغ، لا تنتشر في الفراغ لأنها تحتاج لوسط مادي للانتشار، لأنها تحتاج لوسط مادي للانتشار، متفقين؟ فهي تقولي فهي موجة ميكانيكية، فهي موجة ميكانيكية، موجة ميكانيكية كتنتشر ضروري في وسط ميكانيكية، فهي موجة ميكانيكية، هي باش تعيق عليه، يعني راك فاهم، فهي موجة ميكانيكية. عند إزاحة الميكروفون ام جوج بالنسبة للميكروفون ام واحد بالمسافة دي كتساوي 34، يظهر التي راه هنايا بدا التمرين،
تستقبل الموجات بواسطة 4 جوج. دابا داز ليك، داز ليا لهنايا لهاد التنين هذا، شوف كيمشي كل مرة من هنا لهنا لهنا. مرة تستقبل الموجات بواسطة ميكروفون ام واحد لام جوج يوجدان، تستقبل الموجات بواسطة ميكروفونين ام واحد وام جوج يوجدان في نفس الموضع. اذا في الاول كانوا في نفس الموضع، فيظهر المنحنيان معاينة على رسم تذبذب. ها هما المنحنيان كي دايرين على توافق في الطور، شوف المنحنيان توافق في الطور. عند إزاحة الميكروفون ام جوج، دابا في الاول كيفاش كانوا؟ انت خصك تحاول تفهم التمرين. في الاول كانوا في نفس المسافة، كانوا في نفس المسافة، وكان الشكل توافق في الطور، كانوا في نفس المسافة. عند إزاحة الميكروفون ام جوج بالنسبة للميكروفون ام واحد بالمسافة دي، حركناهم بالمسافة دي، يظهر، اسمع مزيان، المنحنيين المعاينين او المعاينين على رسم تذبذب من جديد على توافق في الطور للمرة العاشرة. للمرة العاشرة، دابا في الأول كانوا اش نفس المسافة بيناتهم، متفقين كانوا بعادين بنفس المسافة على الباف، على مكبر الصوت. من بعد حركنا هذا بواحد المسافة، شحال حركنا على الآخر بواحد المسافة، قال لي دي، ما عطاني جوج مسافات، عطاني مسافة واحدة بالمسافة دي، قال لي وحصلنا على توافق في الطور للمرة العاشرة. المرة العاشرة اش قال لك؟ حسب السرعة، ما قالكش حسب اللمضة، قال لك حسب السرعة. عرفتي شحال من سؤال كاين هنا؟ دابا شنو عطاني؟ عطاني بعدا التردد ياك، عطاني تردد، ها هو التردد، هو 10 كيلو هرتز. صافي، دابا اش غادي ندير؟ غادي نحسب اللمضة هي الأولى، عاد ندوز للسرعة. انت العلاقة ديال في كتساوي لومبدا فوا ان، حيث هو عطاني ان وخاصني لومبدا. اذا لدينا المسافة دي باش حركنا كتساوي 10 لومبدا، كتساوي 10 لومبدا. علاش 10 لومبدا؟ لانه حركناه، يعني حركنا بواحد المسافة دي وحطتنا توافق في الطول المرة العاشرة، قلنا كنديرو 10 لومبدا. اذا اللومبدا كتساوي دي على 10، دي على 10، متفقين؟ دي هي 34 سنتيمتر، متفقين؟ دونك مقسومة على 10، مقسومة على 10، كنشوف هي واش التمرين عطاوني فيه الحساسية الأفقية. حيت دابا يقدر شي واحد مثلا يعطيك هاد التمرين يقول لك شوف هي من هنا شحال من تدريجة، متفقين؟ تقريبا شي 4 تدريجات، 1 2 3، 1 2 4 تدريجات، كنشوف واش كاين الحساسية الأفقية ولا ما كاينش، حيت ما كاين، ما بنت لي الحساسية الأفقية. دونك غادي نخدمو يبقى التردد، نخدمو يبقى التردد. دونك 34 في 10 أس ناقص 2 نقسمو على 10، دونك هي 0.034، 0.034 راه حولنا السنتيمتر لمتر. إذا في كتساوي هي لومبدا فوا إن، هي 0.034 مضروبة في 20 كيلو هرتز. هذا 10 كيلو هرتز، هاد 10 كيلو هرتز غضربها في 10 أس 3، الكيلو راه فيه 10 أس 3، كيلو هو 1000، باش تحولها لهرتز ضروري. وقت ما تشوف كا، وقت ما تشوف كا هي 10 أس 3، هادي كا راه كتساوي 10 أس 3. 0.034 مضروبة في 10 في 10 أس 3، 340. إذا في كتساوي 340 متر في الثانية. أشنو نزيدو شي وطني ولا الله يجعل البركة؟ نزيدو شي وطني الله يجعل البركة. دونك راه باقي الخير، باقي 2018. فين الوطنيات الاخرين؟ مبقاوش. جو بونس الله يجعل البركة شوية. انا راه حسيت براسي بيت كنعيا، الصوت بدا كيمشي. بغيتو نكملو، نزيدو شوية، نزيدو شوية، ها هو غادي. حيت شتا شي وحدين عياوة، شت البعض راه عياوة. شي وحدين عياوة، واخا إلا قدرنا نكملو. هذا بالنسبة لألفين وتمنطاش، الموجة تحطو من 2000 تقريبا، نقول من 2020 حتى 2018. 2019 ما تحطوش الموجات. دونك 2018، 2016،
2015 تقريبا نفس الأسئلة، نفس الأسئلة كيتعاودوا. يعني راه شوف غيسولك شنو هو السؤال، احسب سرعة انتقال الموجة، هل الموجة الصوتية طولية ومستعرضة أم أنبوبة الماء يمثل شكل أسفل الموجة أسفل الإشارة مرسلة من طرف أو والمستقبلة من طرف إغ؟ أها، انقل على ورقة تحريرك السؤال الموافق له. سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الماء هي عندك في كتساوي المسافة دي، ولكن خصني الشكل باش نعرف واش المسافة دي ولا المسافة جوج دي. دونك عندي المسافة بين الباعث والمستقبل، صافي مزيان. دونك عندك واحد المستقبل واحد الباعث واحد المستقبل، بيناتهم هاد المسافة هادي، المسافة بيناتهم متفقين. شحال المدة الزمنية اللي بغيتي تجبد السرعة غادي دير المسافة على المدة الزمنية. يلا تصوبوا هذا وصيفطوا لي في واتساب، المسافة مقسومة على المدة الزمنية، شحال المدة الزمنية بيناتهم بجوج. غتشوف شحال عندك، غتحسب من هنا حتى لهنا، غتحسب من هنا حتى لهنا شحال من مربع، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، حسب 3 مرات ولا جوج باش تأكد. ستة غتضربها في هذا الشيء اللي السلم اللي عندك هنايا، نضربها في 0.1 وتقسم المسافة اللي بيناتهم مقسومة على المدة الزمنية، هذا هو التأخر الزمني ولا المدة الزمنية. دونك هي في 0.1 ملي سكوند، هي واحد مقسوم على ستة في 0.1 ملي سكوند في 10^3، وغتلقى السرعة طول الموجة فوق الصوتية. طول الموجة فوق الصوتية غتخدم بالعلاقة في، فاش تحسب في باش تحسب في غادي دير في كتساوي لومبدا فوا ان، وتجبد لومبدا، لومبدا كتساوي في على ان، لومبدا تساوي لك في على ان. شتي العلاقة اللي كنخدمو بيها؟ هنايا قالك نعوض الماء السائل بسائل اخر فيصبح الفرق الزمني بالتغيير الدلتا تي. هاد الدلتا تي اللي حسبناه هنايا، هنا عندي تقريبا 0.6، هنا بتولي 0.9 سكوند، هل تزايدت ام تناقصت سرعة الانتشار؟ هتحسبها، هتخدم بها الدلتا تي. في ما غاديش تغير هنا، في ما غاديش تغير، هدير في برين كتساوي عفوا المسافة اللي ما غاديش تغير هي دي على دلتا تي برين. المسافة هي واحد بتبقى هي هي، وتقسم على دلتا تي وغتشوف السرعة واش تغير ما تغيرش، تحسب السرعة الثانية وتقارنها، غتقولي السرعة هنايا تخالف السرعة، إذا السرعة إذا تنقصت راه تقولي تنقصت ولا تزيد راه غتزيد. متافقين؟ دونك صافي هذا هو الجواب ديالو، هذا هو التمرين، راه ساهل هادشي. 2003 2000 عفوا 2018 صافي هادشي اللي كاين. دونك إلا بغيتو نكمل معاكم نكملو هادشي، بغيتو غدا نخدمو الموجات الضوئية قولوا لي في واتساب واش نخدمو الموجات الضوئية غدا، حيت كيبان ليا بركة شوية من هادو تخدمو من راسكم، تحاولو تكملو هادشي لراسكم، حاول دابا تطبق هادشي اللي درنا اليوم، سير عاودو تخدمو، سير خدمو غدا الصباح ولا شوف كيف تخدمو. ركزو على 4 أيام في الفيزيك، ركزوا على الفيزيكا 4 أيام، قيسوا شوية الماط إلى آخره المادة الثانية، ولكن ركزوا على الفيزيك بزاف، واحد 90% ركزوا على الفيزيك، لأن الفيزيك إلا مشى مزيان راه المواد الأخرين غادي تمشي بواحد واحد سميتو غتمشي بواحد، مشات ليا الكلمة. يلا خدموهم الله يخليك أستاذ. جي بي إف في الكهرباء ما عندناش، لا عندكم جي بي إف، عندكم هذاك إيغ إل، راه باقي ما ساليتش باش ندير لكم داك إيغ إل، حيت شرحتها لكم في واحد الحصه، جاو شي بنات، جاو البنات وجاو شرحت لهم اغ ال، بقى ليا جي بي اف هو اللي بقى ليا، ولكن ديك اغ ال شي وحده ما شرحتهاش لهم هنايا، داكشي علاش عجزت عليها، خصني نشرح لكم اغ ال عاد نشرح لكم جي بي اف. يلا نحاولوا نسجلوا اللايف الناس اللي ما حضروش، عافاكم عاودوا هادشي، ضبطوا هادشي، خدموا هاد الوطنيات وكملوا عليهم، هاهم راه كل واحد عليه رقم وراه غاديين وهابطين. صافقين 2016 2015 راه صيفط لكم البي دي اف، خدموهم بغيت نصيفط لكم السيت اللي فيه التصحيح نصيفطو لكم. طبعا نصيفط لكم دابا لوليا ديال السيت اللي فيه التصحيح، كتكليكي عليه وكيعطيك التصحيح، كتهبط كتشوف التصحيح. صافقين هادو ديال الوطنيات الاخرين، الوطنيات القدام راه صيفط لكم التصحيح ديجا، يعني من 2016 لتحت راه عندكم التصحيح ديالو، ولكن من 2023 طبعا صيفط لكم التصحيح ديالهم. يلا يلا الله يسر الجميع، نتمنى نتلاقاو غدا ان شاء الله. يلا الله شكرا على واجب. واخا دابا نصيفطو ليكم، واخا صيفط لي في واتساب شنو قلت لي نصيفط ليكم، انا حيت ما عرفتش شنو كتقصدي. يلا الله يستر.